من أجل تعزيز المحتوى الهادف والقيمي ومشاركة أفضل الممارسات للاستغلال الأحسن والصحي للتكنولوجيا، مؤسسة مهارة للتكوين والمرافقة تنظم حدث جيل تاك في طبعته الثالثة، والذي تستضيف فيه كلا من البروفيسور محمد الأمين خرفي، الدكتور أبو نصر شخار، الخبير طاهر الأمين هواري، الأساتذة طارق جلاب، عمر محمد بورورو، الأستاذ أم حمدي زكريا، بالإضافة إلى مشاركات وعروض مشوقة، وذلك من 14 إلى 18 من شهر رمضان المبارك بعد صلاة التراويح مباشرة في النادي الثقافي الشيخ أبو اليقظان إبراهيم بالقرارة ولاية غردايا. جيل تا نحو عصر رقمي الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير الذي علم بالقلم، علم للإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي شرع فأحكم. الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي خلق آدم فعلمه الأسماء. والصلاة والسلام على إمام المجاهدين والشهداء سيدنا محمد خاتم الأنبياء، خاتم الرسل والأنبياء. والصلاة والسلام على من اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم الصوم والصلاة والقيام، وكذا تقبل خطوكم إلى هذا المكان خصوصا في هذه الظروف الجوية، فبارك الله فيكم. إذن حدث جيل تاك نحو بيئة رقمية آمنة. حدث جيل تاك نحو توعية الشباب والناشئة والمجتمع عموما بفرص التكنولوجيا وكذا مخاطرها ومحاذيرها. إذن مرحبا بكم في اليوم الثالث من الطبعة الثالثة من حدث جيل تاك. قبل أن نبدأ نطلب منكم الوقوف من أجل قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهدائنا في غزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. رحم الله الشهداء وشافى الجرحى ونصرهم نصرا مؤزرا عزيزا إن شاء الله. نستضيف إلى المنصة الأستاذ طاهر أمين الهواري، ليتفضل مشكورا مأجورا. إذن من هو الخبير طاهر أمين الهواري؟ لما طلبت يعني سيرته الذاتية من مديري الحدث محمد الأمين الشيخ بلحاج، أرسل إلي ملف يعني PDF، فأخبرته ربما أخطأت، يعني أرسلت كتابا ولم ترسل سيرة ذاتية. إذن هو محترف أمن أنظمة معلومات، هو رئيس مجلس إدارة منظمة غير ربحية واسب، كما أن له خبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال أمن المعلومات، عمل خلالها على خدمات عديدة تتمثل في كشف الثغرات الأمنية واختبار الاختراقات وغيرها، وله خبرة 11 سنة في تكنولوجيا المعلومات، عمل على تطوير وتصميم حلول تقنية في الأمن السيبراني، وهو هاكر أخلاقي حاصل على اعتراف العديد من الشركات الوطنية والدولية، وهو مدرب أيضا في الأمن السيبراني ومستشار مستقل، حاليا هو مستقل في الأمن السيبراني، يعمل لدى بعض الشركات بشكل مستقل، كما أنه متحصل على العديد من الشهادات من منظمات عالمية عديدة. إذن نتشرف باستضافته اليوم في محاضرة قيمة إن شاء الله بعنوان الأمن السيبراني والخصوصية. ف
فليتفضل. مشكورا معك. شكرا على الدعوة. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاهر أمين الهواري، مختص في الأمن المعلوماتي والأمن السيبراني. تشرفت بالحضور اليوم، وشكر خاص على الدعوة للأساتذة الكرام، مؤسسة مارا تك، ويعني الانيشيتيف هذه، الحدث اللي عملتوه جيل تك، يعني حاجة بزاف مليحة. إن شاء الله نفيدوا بها يعني التلاميذ، نفيدوا بها إن شاء الله المختصين، أصحاب الأعمال، إلى ما آخره إن شاء الله. شكرا لك. نرجو يعني تقديم العرض في الشاشة لكي نبدأ في المحاضرة. اوكي، اندرستاندينغ تاع كما قلنا سايبر سكيورتي، لامبورطونس تاع السايبر هايجين، يعني الاهميه تاع الامورات اللي انا نستعملهم يعني يوميا، وكيفاش يمباكتيو الحياه نتاعنا. نشوفوا ثاني التايبس تاع السايبر ثريتس، سايبر اتاكس، وش هما، وش يكونوا، منين يجي، وكيفاش خاصه اللاسيب اللي نتاعهم منين تكون. شوفوا ثاني بعض التكنولوجيز، بعض الادوات اللي نستعملهم، بعض الفريم وركس وستاندردز، يعني يعني الستاندار اللي نستعملوه مثلا في الجزائر ولا على المستوى العالمي في مجالين الامن المعلوماتي والامن السيبراني. شوفوا ثاني كيفاش نبروتيجي والبيرسونال داتا، يعني بروتكتينغ بيرسونال داتا، معلوماتنا الشخصيه، معلومات ابنائنا، معلومات اسرتنا. شوفوا ثاني القليل عن السوشيال ميديا والبرايفسي، يعني الخصوصيه على مستوى خاصه التطبيقات والبلاتفورم تاع السوشيال ميديا. شوفوا ثاني قليلا يعني سايبر سكيورتي فور ورك بليس، يعني بالنسبه للناس اللي راهي تعمل يعني في شركات ولا اللي هي يعني مدراء شركات ولا. وشوفوا ثاني القليل من يعني الفيوتشر ترندز والكيس ستاديز، يعني امورات اللي صراو من قبل وامورات اللي ممكن نعاودوا نتلاقاو بهم في المستقبل القريب ان شاء الله. دونك كما قال الاستاذ طاهر امين الهواري، مختص وخبير في المجال الامن المعلوماتي والامن السيبراني، متحصل على شهادات و امبليك يعني كما نقولوا في العديد من المنظمات، منها جزائريه ومنها عالميه. نبداو اندرستاندينغ تاع سايبر سيكيورتي، يعني نوضحوا اولا الانفورميشن سيكيورتي والسايبر سيكيورتي، باسكو حنا مثلا في الجزائر نوتيزيو بزاف كلمه انفورماتيك، دونك نقولوا سيكيورتي انفورماتيك. السيكوريتي انفورماتيك ان انجلش يعني قصدوا بها الاي تي سيكوريتي، انفورميشن تكنولوجي سيكوريتي. يعني كي ندخلوا في الاي تي سيكوريتي راح نخرجوا في اختصاصين نوعا ما او مجالين، يعني عندنا الانفورميشن سيكوريتي وعندنا السايبر سيكوريتي. امن السيبراني لمعلوماتكم هو جزء من الامن المعلوماتي، لانه كي نقولوا الامن المعلوماتي نوضحوها مع بعض، انفوسيك ولا انفورميشن سيكوريتي. الامن المعلوماتي هو يعني حمايه المعلومات، تقدر تكون بصفه يعني ديجيتال على مستوى حاسوب هاتف ولا، وتقدر تكون ثاني على مستوى يعني ورقه يعني فيزيكال على سبيل المثال، هذيك انفورميشن سيكوريتي. الان كي نقولوا الامن السيبراني يعني سايبر سيكوريتي، لهنا نتحدثوا على امن يعني تطبيقات، شبكات، انفراستراكشرز، يعني داتا سنترز، يعني مراكز بيانات اكسيتيرا. باش نختصروها ثاني، الانفورميشن سيكوريتي والسايبر سيكوريتي يعني خاصة في الأمن المعلوماتي، لا باز نتاعها هي نقدر نختصرها في ثلاث نقاط، يعني الكونفيدنشاليتي، الانتجريتي، والافيلابيليتي، اللي كما نسميوها احنا في المجال CIA tribe، ماشي وكالة أمريكا. يعني الكونفيدنشاليتي، انتجريتي، والافيلابيليتي، يعني خصوصية المعلومة، يعني المعلومة هذيك تكون كونفيدنشال على سبيل المثال، غير الأستاذ منا اللي يقدر ياكسيدي لهذيك المعلومة، ماشي أي واحد. والانتجريتي نتاعها يعني المعلومه هذيك ما تغيرتش، يعني كي راهي مسجله ولا راهي تتبعث من عند الاستاذ اللي عندي مثلا، ما صراش تغيير تاع المعلومه هذيك، هذه نقولها الانتجريتي. من بعد تبقى لنا الافيلابيليتي، يعني لا ديسبونيبيليتي تاع لا دوني هذيك، دونك لا دوني هذيك ولا لو سيستيم دانفورماسيون هذا كله لازم يكون اوبيراسيونيل ولا اب اند رانينغ كما نقولوا، يعني يكون في حاله شغاله وقت ما نحتاجوه، وبالطبع من الناس اللي اوتوريزي ياكسيدي للسيستم هذاك بالطبع. دونك الكونفيدنشاليتي، انتجريتي، والافيلابيليتي نقدر نسميهم هما 3 بيلرز تاع الانفورميشن سيكيورتي. يعني كي نبنيو برنامج امن معلوماتي ولا نظام امن معلوماتي ولا، هذو هما اهم ثلاث نقاط اللي رانا نركزوا عليهم.
دونك الانفورميشن سيكيورتي ات انفولفز كما نشوفوا امبليمنتيشن يعني تاع ميجرز كما قلنا اللي نقدروا نسميهم ثاني الكنترولز يعني الضوابط الامن المعلوماتي اللي هما بالطبع يتاسوا على 3 بيلرز هذوك. الان قلنا باللي الانفورميشن سيكيورتي لا باز نتاعها هي 3 بيلرز confidentiality integrity availability ولكن هذا الكونسبت نوعا ما بدا يعني عنده سنين يعني من نشوء المجال هذا اختصاص الامن المعلوماتي والامن السيبراني اكسيترا خرجوا بهذا 3 بيلرز تاع السي والاي والار. الان يعني في السنوات الاخيره يعني المجال بالطبع كما باقي المجالات كما الذكاء الاصطناعي الرقمنه الى ما اخره يعني تطوروا يعني تبدلوا امور نزادوا يعني مجالات جدد تنحوا امورات كاين اللي ولاو ما يصلحوش يعني مثلا في 2024 دونك تبدلت نوعا ما. في الانفورميشن سيكوريتي كانت ثلاثه البيلرز يعني ثلاث نقدر نسميهم ضوابط كنا نبنيو عليهم الان نبنيو على خمسه ضوابط زدنا لهم non repudiation والauthenticity يعني الauthenticity تاع الانفورماسيون والnon repudiation يعني دوك انا كي نبعث مثلا رساله للاستاذ مثلا ولا ايميل ولا نتصل به ولا ما يقدرش ينكر من بعد ويقول بلي انا ما اتصلتش به ولا ما لحقاتوش ابل ولا ونفس الشيء ما نقدرش نقول انا بلي يا ودي لا مشينا لي كونتاكتيت ولا تما باش نسامبليفي ولا نسامبليفي المعنى. الان يعني دونك الانفورميشن سيكوريتي ولاو فيها 5 pillars confidentiality integrity availability authenticity والnon repudiation. الان نجو للسايبر سيكوريتي كما قلنا باللي السايبر سيكوريتي ولا الامن السيبراني كنقولوا حاجه سيبر حاجه سيبرانيه يعني حاجه اللي راهي فيها انفراستركتور ديجيتال وتقدر تكون نوعا ما كونيكتي يعني ماناش نحكيوا على بيانات فقط ولكن نحكيوا على انظمه بيانات مثلا الكلاود مثلا par exemple les serveurs تاع artificial intelligence ولا يعني شبكات النتورك اكسيتيرا هذو لهنا نحكيوا على سايبر سيكوريتي. دونك الان كيما نقولوا ان تيرمز اوف سايبر سيكيورتي باش نبداو دوكا يعني نتوكلوا على ربي نشوفوا بالديتيل يعني واش فيها اكزاكتومون. هنا سييت ندمج هذه الصوره اللي هنايا اللي فيها بعض السايبر اتاكس اللي صراو مثلا من سنه 1980 و 1970 الى يومنا هذا. كاين بالك معظمكم سمعوا ببعض يعني هذا نقدر نسميهم ديغات كبار يعني صراو على المستوى العالمي مثلا لاتاك تاع ستاكس نت على مستوى لو سونتر نوكليير في ايران بعضها صراو على مستوى مستشفيات مستوى قواعد يعني عسكريه اكسيتيرا اكسيتيرا هذو صراو في يعني من نقدر نبداو يعني لي زاتاك هذوما ماهمش حاجه جديده كما نشوفوا في الاخبار يعني مؤخرا فقط ولا يعني هذه راهي عندها هيستوريك يعني بدات من 1980 70 الى يومنا هذا يعني صراو فيروسات كبار يعني اللي سبوا خسائر راح نشوفوا بعض منهم ان شاء الله مع مع نهايه السلايد. دونك الان نحاولوا نفهموا علاش سايبر سيكيورتي دي مهمه. على بالي دوك تقولوا لي لا ماجوريتيكم تخموا يعني حاجه باينه كما نقولوا صايله كما مثلا الشرطي هذاك اللي راه يحمي في الانسان ولا يحمي في القانون ولا سي نفس الشيء يعني في سايبر سيكيورتي راك تحمي في بيانات وتحمي في يعني خصوصيه الناس وقت تحمي في سيرفرات شركات اكسيتيرا. ولكن مع انه الاجابه يعني واضحه مازال الى يومنا هذا مازال عندنا ذاك lack of awareness يعني نقص في الوعي في التحسيس بالمخاطر تاع المجال هذا لانه المجال هذا في البلدان المتقدمه لا يعتبر مجال اندبندنت يعني محطوط وحده مثلا هو مجال امن قومي يعني بكل اختصار نروح نشوفوا مثلا الولايات المتقدمه الولايات المتحده ولا مثلا اوروبا ولا روسيا ولا بعض الدول الاخرى يعتبر حتى السعوديه يعني دوك نجو ليها ثاني حتى السعوديه مثلا اللي اصبحت ليدر من ليدرز في العالم في مجال السايبر سيكيورتي تعتبر المجال هذا كمجال امن قومي ماهيش مجال يعني بروتكسيون تاع زعما هاتف حاجه خفيفه هكا وخلاص يعني المجال هذا عنده اهميه بالتاكيد لانه رانا نتكلموا على معلومات حساسه معلومات تخص يعني برايفت يعني برايفت لايف معلومات اللي تخص حياه الناس تخص اسرار شركات يعني مباحث اكسيترا اكسيترا. دونك الان ناخذوا على سبيل المثال imagine your personal information failing into wrong hands يعني نسيون ايماجيني مثلا دوك انت الاستاذ مثلا يسجل في على سبيل المثال يسجل في موقع ولا ويخترق الموقع هذاك ويخرجوا المعلومات تاع الاستاذ مثلا
واش يقدر يسرى. دونك تقول لي في الجزائر بالك ما فيهاش امباكت، مع انه مام حتى في الجزائر وفيها امباكت. يعني انا نحكي مثلا بالك على صور شخصيه، بالك نحكي على محادثات سريه، بالك معلومات شخصيه، يعني حتى رقم الهاتف يعتبر معلومه شخصيه، مش حتى وين يعني نوصلوا لصوره ولا فيديو ولا. دونك نيماجينيو نفس المثال على مستوى شركات، يعني اللي مثلا راهم يديروا في ابحاث. ناخذ على سبيل المثال في البيريود تاع الكورونا هذه اللي فاتت عشناها كامل مع بعض، كاين شركات كانوا يخدموا على، يعني كانوا يعملوا ليل نهار باش يخرجوا مثلا الدواء ولا الانتي فايروس هذاك تاع الكورونا فايروس. كاين نقدروا نسموهم سايبر كريمينالز ولا عصابات سيبرانيه، سياو يخترقوا هذوك المؤسسات غير على جال باش يعطلوا ما يخرجش الفيروس ولا باش الانتي فيروس ولا باش يسرقوا هذاك يعني الانتي فيروس ويعاودوا يبيعوه لشركه مثلا صيدلانيه اخرى ولا تاع مباحث اخرى. يعني الامباكت يقدر يكون حاجه صغيره كما يقدر يكون حاجه كبيره. شفنا مثلا هجومات صاروا ما بين روسيا ولاشين وامريكان اكسيتيرا، يعني ادت حتى وين وصلوا لي سونتر نوكليير. يعني ايماجينيو دوك حنا كشعب رانا قاعدين في امان الله، تلونسي عليك دوله صاروخ نووي ومشي هي اللي لونساتو، يعني تبيراطات الانفراستركتور نتاعها، ويعني كليكه وين ما لازمش يكليكي وخرج الصاروخ هذاك. مثلا هنا رانا نحكيو على تهديد مباشر بالبشريه، يعني ماناش نحكيو غير على حاسوب ولا هاتف ولا، يعني الامر اكثر خطوره بالطبع. دونك نشوفوا الامبورتنس تاع السايبر هايجين. يعني سايبر هايجين نقدروا نسميوها هي نفسها الروتين اللي تستعملها انت كشخص يعني يوميا في حياتك اليوميه. يعني تنوض صباح مثلا على سبيل المثال، تغسل وجهك كذا، تنوض طوموبيلتك تروح تخدم ولا. نفس الشيء عنده علاقه في يعني السايبر سيكيورتي، لانه كما نقولوا احنا ان انجلش افتر اول الدومين هذا ما جاش هكا من محض خيال ولا، يعني بني على اسس اللي تكزيستي يعني فيزيكلي وتكزيستي في الواقع، وديجا بين قوسين امن المجال السيبراني نقدروا نقولوا 90% منه انسبيرينا من المجال العسكري، يعني لانه فيه بزاف تشابهات ما بين يعني اللي نسميهم تاكتيكس اكسيتيرا اللي حنشوفهم مع بعض، اللي نفسهم يستعملوا في المجال العسكري يستعملوا في مجال الامن السيبراني مثلا. دونك السايبر هايجين هذه مثلا هي هذيك لا روتين تاع كل يوم، تاع تفتح ميل، تفتح يعني بريد الكتروني، فاشك تكليكي، واش من سيتك تدخل فيه اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هذا السايبر هايجين هذه اللي تيوتيليزيها كل يوم هي اللي تقدر تؤدي بك الى الاختراق، كما اللي تقدر انت يعني دير امور ولا تنقص من امور تقدر تحميك بطريقه او باخرى. لانه كي نهضروا على الامن السيبراني والامن المعلوماتي مثلا، ما نتحدث على نفسي انا ولا الاخرين ولا اي شركه يعني تختص في المجال، قد ما تقدر تحميك قليل، لانه صاير نفس الشيء. دوك مثلا الشرطي تاع المرور ولا الدراكي ولا مثلا ناخذ بهم على سبيل المثال، دوك كي يصرى مشكل في حومه ولا يقدر يجي هو يحامي عليك ولا، ولكن في اللحظه هذيك انت اللي تحامي على نفسك. صاير نفس الشيء في المجال هذا، كاين سولوشنز، كاين يعني طرق اللي باش نحمي رواحنا، كاين تكنولوجيز، كاين لي سوليسيون، ولكن تعتمد ثاني ايضا على السايبر هايجين تاعك اللي دوك نديكوفريوها مع بعض. علاش؟ دونك السايبر هايجين هذه حيكونوا فيها بيان سور البريفنتيف ميجرز. البريفنتيف ميجرز هما يعني لي ميزور اللي نتخذوهم اللي راح هما يكونتراكتيدي وهذيك الاتاكس هذوك، يعني هما نقدر نقولوا الاحتياطيه، يعني الامورات الاحتياطيه اللي راح يعاونوك. مثلا على سبيل المثال لونتي فيروس هذاك، صح وهنا كاين مشكله، كاين الناس اللي تظن انه هذيك لا سوليسيون هذيك باغ اكزومبل بلا ما نسميو كاسبيرسكي ولا افاس ولا اي 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 اونتي فيروس، يعني تشريه مثلا ب 200,000 دراهم ولا، كاين اللي يحسبوا باللي هذاك راح ما نفسه، يعني انستال لونتي فيروس هذاك سي راهو محمي، معلوماته محميه، لي ترانزاكشن تاعو محميين الى ما اخره. هذا المفهوم خاطئ. الانتي لا، هذا لا يعني انه ما تسحقش الانتي فيروس، العكس لازم يكون عندك الانتي فيروس مع يعني امورات اخرى بالطبع. دونك نشوفوا مع بعض. واش حبيت نقول لكم انه لازم نصحوا المفاهيم الخاطئه هذه اللي عندنا، باسكو كاين اللي يحسب باغ اكزومبل اونتي سبام ولا اونتي فيروس ولا سي بون راهو محمي. الان نحكيو على مجال متقدم، يعني هذاك الانتي فيروس اللي شريتو انستاليتو عندك يقدر يجي واحد اخر، يعني انسان اللي دوك ندخلوا في التفاصيل، يكون مثلا مختص في لي زاتاك ولا، يقدر باي باسي الانتي فيروس هذاك، يعني يتخطى الانتي فيروس تاعك ويكسيدي لمعلوماتك الحساسه على سبيل المثال. عندنا بيان سور كي نقولوا السايبر هايجين، يعني نتكلموا على مينيمايز ريسك، يعني ريسك مانجمنت هي دوك نشوفوها ثاني، هي واحده من اهم النقاط في المجال هذا، يعني اداره المخاطر كما نقولوا. لي ريسك هذوما
كما يقدروا يجوا بطريقه مباشره يقدروا يجوا بطريقه غير مباشره. دوك على سبيل المثال الا انت جميع ايميل يلحقك في الهاتف تاعك بلا ما يعني تكونفيرمي الايدنتيتي نتاعو وتكونفيرمي اسكو صح الايميل هذا جاني من عند الاستاذ ولا من عند واحد من تحل شخصيه الاستاذ. دوك الا جاك الميل هذا كنت حبيت تكليكي فيه هنا لونتي فيروس ولا الفاير وول ولا البارفو ولا لي سوليوشن هذو ماهمش حيحميوك. يعني كاين اللي يقدروا ينقصوا عليك ولكن الا انت نيتك لازم تكليكي في اللين هذاك ولا في الميل هذاك لهنا راه مشكل يعني شخصي. هنا على بها قلنا السايبر هايجين يعني الامورات الروتينيه اللي راك تستعمل فيها دائما. كي نقولوا سايبر هايجين بيان سور ثاني نحكيوا على بروتكشن اوف بيرسونال انفورميشن. مثلا في امريكا خرج لو كونسيبت هذا تاع البي اي والبي اي اي يعني البيرسونال انفورميشن والبيرسونالي ايدنتيفايبل انفورميشن يعني المعلومات اللي كي نحكموها مثلا راح تؤدي الى التعريف بك مباشره. على سبيل المثال كامل عندنا باسبور ولا كارت ناسيونال البيرمي هذاك مكتوب فيه الرقم الوطني اكسيتيرا. هذاك الرقم الوطني هذاك مثلا لو كان تولي كاينه قاعده بيانات اونلاين مثلا فيها كامل الارقام تاعنا اون فوا تحكم الرقم تاع اي انسان تحطه في الداتابيز هذاك راح تخرج ديريكتومون في الاسم واللقب تاع الانسان. يعني هذه معلومه حساسه وفي نفس الوقت نقولها بي اي يعني بيرسونال انفورميشن صار مثلا كيما رقم تاع سيكوريتي سوسيال كيفاش نقولوها تاع الضمان الاجتماعي مثلا. هذاك ثاني راه رقم ولا معلومه ماشي هذا لا يعني انه لازم يكون رقم يقدر يكون مام جمله ولا راهي تؤدي الى التعريف بك شخصيا بطريقه مباشره. البريزيرف تراست بيان سور دونك كي يولوا عندك كيما نقولوا لا روتين تاعك تكون يعني تطبق في امورات يعني بالطريقه الصحيحه. مثلا الميل هذا قبل ما تفتح الرابط اللي فيه تتحقق منه كي تشوف مثلا معلومه ولا تتحقق منها كي تشوف بيبليكاسيون بار اكزومبل تاع ان ارتيكل فيسبوك ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ما تروحش ديريكتومون تامن بها ولا يعني حتى تحقق. هذه هو يعني كيما نقولوا الوعي اللي راح يتنمى لك مع الوقت. دونك حيولوا عندك يولي عندك certain trust في الابيليتي نتاعك to protect your information يعني باش تحمي المعلومات نتاعك. empowers individuals لانه السايبر هايجين بالطبع راح كما نقولوا you will be able to take control of your own information يعني راح تولي انت تكونترول لي زانفورماسيون تاعك اوتوماتيكمون. دوك مثلا كي تولي فاهم باللي ما لازمش نبارطاجي تال انفورماسيون ما لازمش نحط تال انفورماسيون تال فوتو تال ايميل في بلاصه او خلاص مثلا هنا راك انت you take control of your information يعني انت راك تحمي في المعلومات تاعك باش ما تخليهاش تتسرب بطريقه يعني عشوائيه وخلاص. لانه الا ولات مثلا على سبيل المثال اي موقع نسجلوا فيه بمعلوماتنا الشخصيه بالايميل ورقم الهاتف اكسيتيرا اكسيتيرا دونك الى مثلا تم اختراق واحد من الحلقه هذيك من المواقع اللي تيتيليزيهم انت خرجت المعلومات نتاعك. دونك نشوفوا تايبس اوف سايبر ثريتس يعني الانواع تاع المخاطر هذوما اللي يصراو جينيرالمون في المجال هذا تاع 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 الامن السيبراني. السايبر ثريتس كما كما نعرفوا كوم ان فاريوس ويز يعني صار لها كما في حياتنا اليوميه. كما يقدر على سبيل المثال سارق يجي يسرق لك دارك يقدر يكون ثاني تيب واحد اخر تاع سارق يسرق لك السياره نتاعك مثلا. صار لها نفس الشيء في المجال هذا. كاين اللي يختصوا مثلا في سرقه معلومات كاين اللي يختصوا في سرقه الصور الى ما اخره. عندنا المالوير معظمكم تكونوا سمعتوا الله اعلم بالكلمه هذه تاع المالوير. مالوير يعني نقدروا باش نبسطوا المعلومه هذه مالوير هي كلمه بالطبع انجليزيه يعني كي نقسموها تولي مقسومه على طرفين يعني المال منا والوير منا. المال نقصدوا بها الماليشيس والوير هي السوفتوير يعني ماليشيس حاجه خبيثه والسوفتوير هي حاجه برمجيه. دونك كي تتلم تولي مالوير يعني برمجيه خبيثه بكل بساطه. هذا البرمجيات الخبيثه فيهم انواع مثلا فيروس رانسوم وير يعني هذوك تاع اللي يطلبوا الفديه مثلا اكسيتيرا اكسيتيرا يعني كاين فيها انواع اللي يندرجوا تحت المالوير. نشوفوا بعض منهم. عندنا ثاني الفيشينغ. الفيشينغ هي الطريقه اللي راهم يستعملوها يوميا وتستعمل في الوقت الحالي وهي اللي راهي منتشره بكثره لاختراق وسرقه الحسابات والشركات والدول الى ما اخره. الفيشينغ باش نختصروه هو فيشينغ يعني كشغل اصطياد نوعا ما. لهنا كي نقولوا فيشينغ انا نحكي 90% على اختراق العقول البشريه وليس الحواسيب ولا الهواتف ولا يعني هنا نولوا نتحدثوا على واحد المجال نسميوه السوشيال انجينيرينغ يعني الهندسه العكسيه. يعني على سبيل المثال في عرض لي انا نسيب باغ اكزومبل
تارغيتي يعني للحساب الشخصي تاعو ولا الايميل تاع الاستاذ مثلا، انا ما نديرهاش هكا، نسيي نتلاقى به، نسيي نقصر معاه ونشوف تخمامه ونروح معاه مثلا بشويه، حتى وحده بالك يعطيني كش انفورماسيون ما كانش ناوي يمدها، بالك نقدر نجبد من عنده مود باس، بالك نقدر ندي ايدي على لي مود باس نتاعو كيفاش لا فورما نتاعهم كيفاش يكتبهم، اسكو مثلا يدير تاريخ الميلاد نتاعو، اسكو بار اكزومبل في الخارج في اوروبا وفي هذوك يوتيزيو بزاف سمحوا لي، ولكن يوتيزيو بزاف مثلا اسماوات القطط نتاعهم تاع الكلاب نتاعهم، دونك تولي عندي فكره على المود باس اللي راه يوتيليزي فيه. هنا مانيش نستعمل في في في, في تقنيه ولا في في حاجه يعني ديجيتاليه ولا هنا نستغل في العقل نتاعو، يعني في السوشيال انجينيرينغ يعني الهندسه الاجتماعيه، هنا تندرج تحت الاتاكس هذوما تاع الفيشينغ اللي راهم يوتيزيوهم بزاف. راني شير باللي معظمكم شفتوا مؤخرا مثلا هذوك لي بوبليسيتي لما يخرجوا تاع العمره وتاع الجيزي وموبيليس اريد وتاع يقول لك تفليكسي يعطيو لك فليكسي باطل، وهذيك اللي تكون قاعد في امان الله حتى يلحقك ميساج يقول لك ربحت معنا عمره وكذا. اذا كاين لي ام يتبسموا بلاكم تضحكوا، كاين عباد طاحوا فيها يعني ولا ضحيه الاتاك هذاك تاع الفيشينغ، مع انه ماهيش حاجه زعما هي يعني كنت تحكم هذاك لو ليان لو يبعثوه لك تاع لو يقول لك عمره ولا يقول لك ربحت دراهم ولا فليكسي، كنت تشوف ليان تشوفه كشغل مكتوب بطريقه مخربشه طريقه ما عندهاش معنى، يعني بكل بساطه غير تنظر فيه تفهم بلي ماهيش حاجه اوفيشال يعني ماهيش حاجه رسميه. دونك هادو يندرجوا تحت الفيشينغ اتاكس. الفيشينغ اتاكس هادو ثاني الله اعلم ماني دايرها ثاني في البريزنتيشن، كاين الاتاكس تاع البي اي سي يعني البيزنس ايميل كومبرومايز. معظم مدراء الشركات ولا مسؤولي الشركات الكبرى كيتبيراطاو يتبيراطاو بالبي اي سي اتاكس تاع الفيشينغ يعني البيزنس ايميل كومبرومايز، يعني سي ينتحلوا شخصيه تاع مثلا تاع كونطابل ولا تاع ديريكتور دو بنك ولا حاجة هكا ويسيو يطيحوا المدير هذاك في فخه ولا باش يدوا اكسي تما للبروفيشنال والبيرسونال ريكوردز تاع سيرتان اورغانيزاسيون ولا سيرتان انتربريز. البيزنس ايميل كومبرومايز هذيا ات از سوفيستيكيتد سكام اتمبت اللي راهم يوتيليزيوها بكثره خاصه في السنوات الاخيره. مثلا انا في المحاضرات اللي درتهم من قبل تكلمت بزاف على التقارير اللي راهم يخرجوا مثلا من يعني من المؤسسات الحكوميه العالميه مثلا من الاف بي اي من الانتربول اكسيتيرا. الانتربول فيكو عندهم مثلا في افريقيا عندهم الافريبول اللي هي ثاني تابع للمنظمه هذيك، راهم يستعملوا يعني ستادي كيسز على الجزائر وعلى باقي الدول، وظهروا باللي هذا لي زاتاك تاع البي اي سي اتاكس راهم يشكلوا بورسونتاج كبير يعني من الجنرال اتاكس راهم يصراو. يعني هذا لازم ننتبهوا لا بارتي هذه تاع البي اي سي اتاكس البيزنس ايميل كومبرومايز اتاكس. عندنا سوشيال انجينيرينغ ثاني اللي حكينا عليها، تو كيب ات سيمبل اتس اباوت اكسبلويتينغ ذا هيومن مايند، يعني نستغل مثلا اسمح لي يعني نمد الامثله بك بزاف، يعني مثلا نستغل عقل الاستاذ هذا باش ندخل الحساب نتاعو ولا هذه كما قلنا تندرج في لي زاتاك تاع ولا لي ثريت تاع سوشيال انجينيرينغ. عندنا ثاني بطبع الداتا بريشز، معظمكم بالك اللي راكم تنشطوا في مجال يعني في الاي تي ولا في البروغراماسيون ولا في باقي مختلف المجالات راكم شفتوا مثلا اخبار تاع تبيراطا فيسبوك تبيراطات مايكروسوفت تبيراطا شركه كبيره. يعني هنا نحكيو على الداتا بريش يعني بريش تاع دي دوني كبار تاع ملايين لي زوتيليزاتور، وصارت على مستوى تقريبا كامل الشركات يعني بالامريكيه بالاوروبيه بالصينيه الى ما اخره، يعني حتى المؤسسات الفيدراليه وصاروا لهم اتاكس كبار تاع الداتا بريش. الايدنتيتي ثيفت هي اللي تكلمنا عليها، هي انتحال الشخصيه بكل بساطه. دوك انا مثلا نسي ندير سوشيال انجينيرينغ على الاستاذ، نسي نسرق من عنده معلومات واكسيتيرا، من بعد واش ندير؟ نسي ننتحل بها الشخصيه مثلا معكم اللي هنايا على اساس انا هو الاستاذ زعما على سبيل المثال. عندنا الدينايل اوف سيرفيس يعني دوس ودي دوس اتاكس. دوس اللي هي denial of service، دي دوس هي distributed denial of service. هذا التيب تاع لي زاتاك يصراو بزاف، وهذا التيب تاع لي زاتاك هما من اقدم لي زاتاك اللي مازالهم ثاني ناشطين في يومنا هذا، ولكن ماشي كما كانت بكري، لانه يعني دوس اتاكس هذوما ولا denial of service يعني هجوم حجب الخدمه. يعني عندي ان سيرتين سيرفر لهنا بار اكزومبل، واش انا نقيسو في الافيلابيليتي تاع لو سيستيم دانفورماسيون، يعني لا ديسپونيبيليتي تاع الانفورماسيون تاع لو سيستيم ولا لو داتا سنتر ولا لو سيرفر هذاك. دونك كي نحكيو على دينايل اوف سيرفيس ماناش نحكيو على اختراق المعلومه، ولكن نحكيو على حجب المعلومه هذيك، يعني نحبس لو سيرفر هذاك ما يوليش يمشي.
يعني كما نقولوا حنا نطيحوا له البيرفورمانس نتاعو، يعني يطيح في الارض ما يقدرش يخدم له سيرفر هذاك. هنا نتكلموا على اللي تيب داتاك هذوما اللي مازالهم يصراو حتى في يومنا هذا، مالغري كما قلنا باللي راهم من اقدم لي زاتاك اللي بداو في المجال هذا. عندنا الانسايدر ثريت، واحده من اهم النقاط الثانيه ايضا. الانسايدر ثريت هو يعني ثريت من الانسايد، يعني من الداخل، مثلا الله اعلم شركه تنشط في مهمش من المجال، يعني واحد من الامبلويز من الانترنال امبلويز تاع الشركه يدور على الشركه هذيك، يعني هو يسرق المعلومات من داخل الشركه، هو اللي يشكل التهديدات والمخاطر من داخل الشركه. لهنا يعني كون ندخلوا في يعني في النقطه هذه حنخرجوا بخلاصات كثيره، ولكن باش نبسطوا المعنى، الانسايدر ثريت هو الانسان اللي راه يشكل مشاكل بالطبع في المجال هذايا من داخل المؤسسه ولا من داخل الشركه ولا المنظمه بصفه عامه. عندنا ثاني زيرو دي اكسبلويتس، على بالي لا ماجوريتي نتاعكم سمعتوا بلافير هذيك تاع البيغاسوس، يعني البيغاسوس لام يوتيليزيوها مثلا بلا ما نسميو الدول الى ما اخره، لام تو سباي اون سيتيزنز، تو سباي اون غوفرمنتس، اون كونتريز، اون كومبانيز اكسيتيرا. هذا باغ اكزومبل بيغاسوس ولا الى ما غيره من اشباهه، واش راهم يوتيليزيو هذه العفسه تاع الزيرو دي اكسبلويتس. كي نقولوا زيرو داي يعني صفر يوم، يعني هذا الاكسبلوا ولا هذا الثغره ولا مازال ما اكتشفتهاش الشركه مولات لا سوليسيون هذيك. نبسطوها مع بعض. كامل تعرفوا ويندوز مثلا، مايكروسوفت ويندوز قاعد تيتيزيو في الكمبيوتر نتاعكم نظام الويندوز. كي نقولوا مثلا باللي الاستاذ مثلا اكتشف ثغره زيرو داي ولا صفر يوم على مستوى الويندوز، حب يقول باللي الاستاذ اكتشف ثغره امنيه لداخل الويندوز لمايكروسوفت اللي هي المؤسسه تاع الويندوز مازال ما على بالهاش بلي تيكزيستي. سي بور سا السباي وير تاع بيغاسوس، يعني المالوير هذا تاع تو سبايك، فهم نقولوا يعني تجسس صحيح، يعني لهم يتجسوا به، راهم لا باز نتاعو كيفاش يخدم، يخدم على الزيرو دي اكسبلويت، يعني او يكسبلواتي في ثغرات للشركات هي ما على بالهاش بها. وكي نتكلموا مثلا على بيغاسوس نتكلموا خصوصا على الهواتف النقاله، يعني هواتف الاي او اس تاع شركه ابل ولا هواتف الاندرويد تاع جوجل، سامسونج، شاومي اكسيتيرا اكسيتيرا. يعني هذه الهواتف وهذه انظمه التشغيل راه فيها ثغرات زيرو داي للشركات المصنعه تاع الهواتف ما على بالهاش باللي تكزيستي. دونك هذو هما الزيرو داي اكسبلويتس وزيرو داي فولنرابيليتيز. دونك نشوفوا السايبر سكيورتي تكنولوجيز اند تولز، بعض السولوشنز يعني اللي نوتيليزيوهم احنا على المستوى الشخصي لحمايه معلوماتنا الشخصيه ولا على مستوى الشركات من اجل حمايه يعني معلومات الزبائن ولا معلومات الشركه هي يعني الماء. التكنولوجيز هذوما ولا السايبر ثريتس هذوما اتس ان اون جوينغ باتل، يعني كل يوم رانا ننفونتيو دي سوليسيون جدد يعني باش نحميو معلوماتنا، وفي نفس الوقت السايبر كريمينالز راهم ينفونتيو في طرق جدد من اجل يعني تو باي باس السوليوشنز هذوما اللي خدمناهم، يعني باش يبايباسيو هذا السكيورتي كنترولز، السكيورتي ميجرز، سوليوشنز اكسيتيرا. دونك ات از ان اون جوينغ باتل، يعني حرب مستمره، يعني كل ما يخرجوا طرق للحمايه يخرجوا ثاني طرق للهجوم والاختراق. اوكي نبداو مثلا بالفاير وولز، لانه الفاير وول علاش بديت به الاول، لانه معظمكم تعرفوه، هو بالفرنسيه اللي نقولوا له البارفو، يعني بالعربيه الجدار الناري، هذاك اللي لا ماجوريتي راكم لقيتوه مثلا في الويندوز ولا في انظمه التشغيل الاخرى. ولا الفاير وول بكل بساطه هو الجدار الناري، يعني كيما المعنى نتاعو كيما تفهم يعني تفهموا من المعنى نتاعو، هو جدار ناري، يعني الا دخلت روكات جات مثل طالب تاع انترنت ولا اللي ماهوش اوتوريزي باش يجوز راح ثم يبلوكي يعاود يرجعو، ولا كنت انت مكونفيغوريه باش يخليه يجوز راح يجوز الطالب هذا، يعني يعتبر كجدار بينك وبين الخارج، ولا حتى نقدروا نستعملوه في الداخل، يعني في مثلا في الاركيتكتشر تاع الانفورميشن سيستمز نقدروا نوتيليزيو تو تكنيكس تاع الفاير وولز، باغ اكزومبل واحد في الانكومينغ في الانترنال باكيتس، واحد في الاكسترنال باكيتس، يعني واحد للاستعمال الداخلي مثلا ما بيني وما بين الاستاذ، ونزيدوا مثلا واحد اخر يربطنا بيننا وبين الجمهور على سبيل المثال، تما واحد انترنال واحد اكسترنال.
عندنا ثاني الإيدياس. الإيدياس اللي هو الانتروجن ديتكشن سيستم، يعني نظام اكتشاف الانتروجنز، يعني هذوك المحاولات الدخول الغير اللي ما تكونش مصرح بها. مثلا اللي بار اكزومبل انا راني مكونفيغوري الشبكه نتاعي ولا الحاسوب نتاعي باش يتكونيكتا غير مع البي سي تاع الاستاذ برك، ما يتكونيكتاش مع الخارج. وعلى سبيل المثال جات دوموند مثلا من عند الاستاذ عيسى منا حفظه الله، جاتني من عنده دوموند باش يدخل مثلا الحاسوب نتاعي. دونك انا الى راني مكونفيغوري هذا لا سوليوشن تاع EDS راح تطلع لي اليرت وتقول لي بلي يا ودي الادريس الفلانيه تاع الاستاذ عيسى راهي سي يدخل عندك، مع انه انت ماكش موتوريزي هذيك لا ترانزاكسيون هذيك ولا لا ترانسميسيون في الباكيت تاع النتورك. دونك هذا نسميوه الاي دي اس ديتكشن سيستم. وكاين ثاني الله اعلم درتو موراه الاي بي اس ما كتبتوش، الاي بي اس اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم اللي يقوم بالعكس. ديتكشن سيستم يخلي الاستاذ عيسى يدخل عندي بصح يالرتيني، يعني يقول لي ينبهني. البريفنشن سيستم يلعبها كيما الفاير وول، يبلوكيه ما يخليهش يجوز. دونك هذا هو الفرق ما بينهم. عندنا الاي بي اس، عندنا الاي دي اس. وفي نفس الوقت الاي دي اس والاي بي اس في زوج، كاين هيدز وكاين مثلا نيبس. مثلا الهوست انتروجن ديتكشن سيستم وكاين نتورك انتروجن ديتكشن سيستم. دونك لو سيستم اي دي اس ولا لو سيستم اي بي اس يقدر يكونوا على صفتين، يعني تاع هوست بيزد ويقدر يكون نتورك بيزد. يعني اي دي اس للاي بي اس هذا يقدر يديبلواي على الحاسوب نتاعي وفقط، وكيما يقدر ثاني يديبلواي على مستوى الشبكه، يعني كامل لي زوتيليزاتور نتاعنا اللي راهم في لاصال هنا على سبيل المثال. عندنا ثاني الانكريبشن. الانكريبشن هي واحده من اقدم يعني العلوم اللي مندرجه تحت اختصاص الكريبتوغرافي، يعني علم تشفير البيانات للباز نتاعها يعني الماتيماتيك اكسيتيرا. الانكريبشن هذه هي مهمه جدا لانه لا ماجوريتي تاع لي سوليوشن راهي لاباز نتاعهم هي الانكريبشن، يعني تشفير البيانات. يعني في عرض مثلا كما راكم تشوفوا لهنا في الصوره اللي راني حاطها في برزنتيشن، انكريبشن يوز تو بروتكت سنسيتيف انفورميشن. عندنا بلين تكست يعني معلومه بينا مثلا طاهر امين هي بلين تكست نحطوها ثم، كي نديروا لها الانكريبشن كي، يعني انكريبشن كي مثلا نزيدوا لها كلمه الاستاذ عيسى، يعني دوك هذه كلمه طاهر امين راح ندير لها انكريبشن بالكلي تاع التشفير تاع الاستاذ عيسى. دونك المعلومه هذه راح تتبدل تولي انكريبتد تكست، كما مثلا راكم تشوفوا فيها راهي سطور عاديه راهي ولات بالصفر والواحد على سبيل المثال، الباينري داتا على سبيل المثال. دونك باش يعاود يقراها مثلا الاستاذ منا ولا نعاود نبارطاجيها مع الجمهور لازم نعاود نجوزها على الديكريبشن كي تاع الاستاذ عيسى باش تقدروا تقراوها على سبيل المثال. هذه هي الانكريبشن ببساطه، وفيها بالطبع فيها الالغوريثمز يعني خوارزميات مثلا سايمتريك الالغوريثمز الاسايمتريك الى ما اخره. عندنا الام اف اي اللي هي المولتي فاكتور اوثنتيكيشن، هذه واحده من اهم الاشياء وتبعوا هذه مليح لانه هذه نقدروا نابليكيوها على جميع لي زاباراي نتاعكم، يعني هواتفكم حواسبكم لي كونت نتاعكم لي كونت بانكير لي كونت ريزو سوسيو اكسيتيرا اكسيتيرا. الام اف اي هي المولتي فاكتور اوثنتيكيشن، يعني نعرفوا الطريقه القديمه ندخلوا مثلا على سبيل المثال لا ماجوريتي نخدموا فيسبوك، ندخلوا مثلا فيسبوك نكتبوا لادريس ميل تاعنا والمود باس يدخل ديريكتومون يعطينا لاكسي. كي نابليكيو الام اف اي راح تولي عندنا مولتيبل ways of authentication، يعني المود باس وحده ما يكفيش، يعني كلمة السر هذيك وحدها ما تكفيش. راكم شفتوها مثلا اللي تستعملوا مثلا تطبيق بريدي موب ولا كي تجي دير ترانزاكسيون، مثلا انا باش نبعث دراهم لعند الاستاذ عيسى ما يكفيش انه ندخل للكونت نتاعي ونلونسي لو ترانسفير تروح، تزيد تبعث لي او تي بي. الاو تي بي هذاك اللي هو الوان تايم باسورد ولا الوان تايم كود ولا يا جماعه نقول الاو تي بي وان تايم باسورد، يعني تلحقني رساله على الهاتف الشخصي فيها كود مثلا تاع 6 ارقام ولا 8 ولا سا ديبون كل شركه كيفاش تخدم. الاو تي بي هذا نقعدوا في مثال 6 ارقام اللي نعرفوه كامل كما يوتيزيوها في بريدي موبولا، لو كان ما نكتبوش ما تجوش لا ترانزاكسيون هذيك لعند الاستاذ عيسى. ونفس الشيء في لي بلاتفورم الاخرين. دونك لهنا واش نستنسجوا، كاين الام اف اي اللي هو لا ميثودولوجي المولتي فاكتور اوثنتيكيشن، وهذه الطريقه تاع دير مود باس وتزيد كود باش تدخل نسميوها 2 اف اي 2 اف يعني 2 فاكتور اوثنتيكيشن، يعني نحط زوج اشياء باش تصرى لوثنتيفيكاسيون، يعني باش ندخل لهذاك السيستم ولا نجوز لا ترانزاكسيون هذيك. يعني في المثال تاع بريدي موب راح نمد المود باس باش ندخل لابليكاسيون وراح نزيد الاو تي بي اللي هو الوان تايم باسورد لو كود هذاك باش نكمل المهمه نتاعي ولا لا ترانزاكسيون نتاعي.
عندنا السيم ولا السيام ولا كل واحد كيفاش يسميوه. في امريكا يقولوا سيم، كاين اون الجيري يقولوا سيام، دونك كل واحد كيفاش يسمي الكلمه هذه ما يهمش. المهم هو الفهم نتاعها اللي هي سيكيورتي انفورميشن اند ايفنت مانجمنت سيستم. هذا لي سوليوشن هذوما بالطبع ما نوتيليزيوهمش على المستوى الشخصي، هذو نوتيليزيوهم على مستوى يعني نتورك تاع بزاف عباد ولا شركه ولا. هذا السيام سوليوشنز بكل اختصار من اسمها باينه، يعني سيكيورتي information يعني حتجيب لك ديزانفورماسيون اللي عندهم علاقه بالسايبر والانفورميشن سيكوريتي، وفي نفس الوقت الايفنت مانجمنت يعني الاحداث اللي راهم يصراو على المستوى الامني تاع الشبكه ولا تاع السيرفر هذا كله. يعني حتخرج لنا الالرتس هذوك وتلم اللوجز والريبورت من مختلف الاند بوينت ولا لي سيرفر تاع اون سيرتان اوند اوبيريز ولا تخرجهم منها في بلاصه سنتراليزي تسهل لنا الخدمه كمختصين في المجال باش نيدونتيفيو هذوك الماليش attempts ولا هذوك يعني محاولات الاختراق اللي عم يصراو على مستوى الشبكة نتاعنا على سبيل المثال. عندنا بيان سور vulnerability scanning tools يعني ادوات اكتشاف الثغرات اللي يقدروا يكونوا ثاني على مستوى تطبيقات الويب، يقدروا يكونوا على مستوى تطبيقات الاي اي، على مستوى تطبيقات الهاتف، على مستوى شبكات infrastructures اكسيتيرا. vulnerability scanning tools ببساطه هما ادوات نديبلويوهم مثلا في ان سيرفر ولا في ان بيريمتر ديفيني اللي كي نمدوا لهم مثلا اوردر باللي اسكاني لي مثلا الحاسوب ولا الاند بوينت ولا السيرفر مثلا تاع الاستاذ عيسى راح يخرج لي مثلا تقرير فيه بعض الثغرات اللي اكتشفتها الاداه هذيك. دونك هذو ثاني ادوات نقدر نستعملوهم من اجل اكتشاف ثغراتنا، ولكن هذو ادوات اوتوميتد يعني هذ لي ميثود اللي نحكيو عليهم راهم دي سوليوشن اوتوماتيك يعني عندها اون باز دو دوني، عندها رولز اكسيتيرا تخدم بهم. في المجال هذا عندنا حاجه نسموها الفولس بوزيتيف، والادوات هذوما يخرجوا بزاف الفولس بوزيتيفز يعني تقول لك باللي كاينه ثغره في النتورك نتاعك، وكي يجي بعدا مختص يسكاني يعني يدويا بازي على الاكسبرتيز نتاعو وكذايا ما راحش يلقى الثغره هذيك، يعني ما تكون ما كانش منها الثغره هذيك. هنا يصراو المشاكل هذو بزاف. دونك واش حبيت نقول لكم، ما تيتوليزيوش الادوات هذوما بثقه كامله وبطريقه عمياء نوعا ما، لازم توجور لانترفونسيون تاع ان سبيسياليست ولا تاع ان اكسبير في الدومين بور فاليدي لانفورماسيون هذيك، ولا بور فاليدي باللي لا فينرابيليتي وي سا اكزيست في تال بيريمتر اكسيتيرا اكسيتيرا. عندنا ثاني بيان سور الاند بوينت سيكيورتي سولوشنز تولز، مثلا الاو دي ال. الاو دي ال هي الاند بوينت ديتكشن اند ريسبونس، مثلا هذه الادوات اللي هما لان نستعملوهم في الوقت الحالي مع اخرين يعني او دي ار ام دي ار اكس دي ار اكسيتيرا لحمايه الاند بوينت. الاند بوينت مثلا هذاك الحاسوب التالي ولا هذاك الهاتف اكسيتيرا اكسيتيرا. بكري كنا نعتمدوا على الانتي فايروس، الانتي فيروس يعني اللي نعرفوه كامل لا ماجوريتي كاعكم كاع عندكم انتي فيروس باللي على بالو باللي ما على بالوش، لانه في معظم الهواتف ومعظم خاصه يعني الحواسيب النقاله لابتوبس ولا ديسكتوب كمبيوترز في نظام التشغيل تاعك في الاوبريتنج سيستم باي ديفولت يكون كاين ستاندرد ولا بيزيك انتي فيروس. هذا لي زونتي فيروس ولا لي سوليسيون هذوما تاع لي زونتي فيروس ما يعني في الوقت الحالي ما اثبتتش الفعاليه نتاعها، يعني ولات غير كافيه ولات جد وسهله حتى اللي مثلا اطفال صغار يبايباسيو الانتي فيروس هذاك ويكزيكيوتيو ان فيروس ولا ان مالوير ولا. دونك خرجوا دي سوليوشن جدد تاع الاند بوينت سيكيورتي سوليوشنز كما سميناها، مثلا الاو دي ار اللي هي الاند بوينت ديتكشن ريسبونس، كاين الاكس دي ار اللي هي الاكستندد ديتكشن ريسبونس، كاين ان دي ار نتورك ديتكشن ريسبونس اكسيتيرا اكسيتيرا. السكيورتي اويرنس ترينينج بلاتفورمز ولا الاويرنس ترينينج ولا السكيورتي اويرنس يعني التحسيس بالامن المعلوماتي. تكلمنا سابقا على البي اي سي البيزنس ايميل كومبرومايز، تكلمنا على السوشيال انجينيرينج وتكلمنا على الفيشينج اتاكس. دونك بالك خممتوا جاكم السؤال هذاك في بالكم، اوكي ان فيروس نستعلي له انتي فيروس، مالوير نستعلي له انتي مالوير، بصح فيشينج بالك تقول لي نستعلي له انتي سبام، بصح عقلي كيفاش نحميه؟ العقلي الطريقه الوحيده تاعو هي ترينينغ، ما كاينش اون سوليوشن هكا راح تنستاليها في مخك وراك محمي. دونك كاين سيكيورتي ترينينغ، كاين سيكيورتي اويرنس، يعني الاهميه نتاعها جد بالغه وجد مهمه. ديجا معظم الشركات هنا مثلا في الجزائر ولا برا الجزائر ثاني عندهم برامج خاصه تاع السيكيورتي اويرنس، كيما كاين هذا الايفنت مثلا اللي نديروهم للجمهور العام
باش يفهموا مثلا المخاطر والثغرات والامورات هذوما اللي كاينين في المجال. كاين ثاني برامج تشبه لها بطريقه خاصه يعني في على تطبق على مستوى الاورجانيزيشنز ولا المؤسسات والشركات من اجل التحسيس بالمجال والمخاطر نتاعو، ومن اجل ثاني يعني لو بارطاج دانفورماسيون تاع البيست براكتيسز يعني الامور اللي مليح تابليكيها ومليح ديرها بالطريقه الصحيحه. الاي بي اس تكلمنا عليه من قبل اللي هو الانتروجن بريفنشن سيستم. عندنا ثاني الدي ال بي. الدي ال بي اللي هو داتا لوس بريفنشن. الدي ال بي بكل بساطه كيما كاين لي سوليوشن اللي شفناهم اللي تحمي لك البي سي، كاين اللي تحميك كونتر لي فيروس، كاين الدي ال بي اللي يحمي المعلومات نتاعك باش ما يخرجوش من عندك. داتا لوس بريفنشن يعني ضياع المعلومه هذيك او يبلوكي في ضياع المعلومه. هذا مثلا سوليوشن هذه غاليه نوعا ما، نوتيليزيوها مثلا على مستوى الشركات وكذا باش المعلومات هذوك اللي راهم من الداخل باش ما يوليش عندنا الانسايدر ثريت اللي حكينا عليه مقبل الا مازالكم شايفين. باش الانسايدر ثريت هذا كي حب مثلا يسرب معلومه من داخل الشركه ولا يسرب ايميل ولا تحكموا على سوليسيون هذه اللي هي داتا لوس بريفنشن. عندنا الاي ام. الاي ام اللي هي الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. هذا لا سبيساليتي شويه كومبليكي لانه يدخلوا فيها العديد من الاشياء كما راكم تشوفوا هنا. عندنا الاوثنتيكيشن اوثورايزيشن يوزر مانجمنت اكسيتيرا. باش نبسطوها صايلهاك شغل هذاك لاجون دو سيكوريتي مع لو ريجستر هذاك تاع شكون هما العباد اللي اوتوريزي يدخلوا واش هما الصلاحيات نتاعهم وين يقدر يريح اكسيتيرا. الاي ام هي نفس الشيء. مثلا نحدد الايدنتيتي والاكسس تاع الاستاذ عيسى في امبيريمتر مثلا. قال لي اودي لو سيرفر هذا انت ما عندكش اكسي ليه، وفي السيرفر هذا عندك اكسي ليميتي، في السيرفر هذا عندك اكسي ادمنستراتور اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هذه الاي ام هي بوكو بلوس ان دومين ولا اون سبيسياليتي بارابور مع سوليسيون، ماهيش اون سوليسيون هكا نشروها ديريكتومون. سينون في لي سوليسيون تاع الاي ام كاين باغ اكزومبل البام. البام اللي هي البريفيليجد اكسس مانجمنت هي سوليسيون تندرج في الاختصاص هذا تاع الاي ام. عندنا الواف اللي هي الويب ابلكيشن فاير وولز. كما شفنا مع بعض مقبل كاين الفاير وولز جدار ناري. عندنا ثاني جدار ناري مختص بحمايه تطبيقات الويب يعني الويب ابلكيشنز. الواف هذا راه يحمي كونتر ديفرنت فيرنابيليتيز مثلا سميت من بعضهم الاكس اس اس سي اس ار اف اكسيتيرا. الاكس اس اس اللي هي اختصار لكلمه الكروس سايت سكريبتينغ، سي اس ار اف اللي هي الكروس سايت ريكويست فورجري. يعني هذو ثغرات اللي نلقاهم على مستوى المواقع على مستوى تطبيقات الويب اكسيتيرا. دونك كاين هذا الواف بالطبع وحده ما راحش يكفي ولكن خير من اللي ما يكون والو. دونك الواف هذا ثاني راح يكون يلعب دور الجدار الناري ما بين الويب سايت والكلاينت هذا ولا الاند يوزر هذا اللي راه ياكسيدي للسيت ويب ولا لابليكاسيون ويب هذيك. عندنا مثلا الام دي ام اللي هي الموبايل ديفايس مانجمنت. هذا ثاني لو كونسيبت نيتيزوها مثلا في الشركات خاصه في الخارج. هذا لانه مازال ما راناش نيتيزوها في الجزائر لانه مثلا في اوروبا في امريكا كاين هذاك لو كونسيبت تاع البي واي او دي يعني برينج يور اون ديفايس. يعني تقدر تجيب الهاتف نتاعك ولا الكمبيوتر نتاعك تدخله تخدم به داخل الشركه هذيك يعني بطريقه رسميه ماشي تاع زعما تدخلوا سونس مير ولا زعما بلا ما يفيقوا ولا حاجه يعني تجيبوا بطريقه رسميه. دونك البرينج يور اون ديفايس هذه تعتمد على لو كونسيبت تاع الام دي ام اللي هي الموبايل ديفايس مانجمنت. دونك حنا كمختصين في المجال نثبتوا بعض الضوابط وبعض البوليسيز اكسيتيرا على مستوى الجهاز هذاك. دونك تندرج تحت الام دي ام اللي هي الموبايل ديفايس مانجمنت خاصه في الهواتف. عندنا بيان سور ثاني الكلاود سيكيورتي سولوشنز. كما نشوفوا بالك في الجزائر مازال ما دخلناش للكلاود بطريقه رسميه ولكن العالم راه تقدم ديجا في المجال هذا ومعظم الشركات راهي تيوتيليزي في يعني لا تكنولوجي تاع السحابه هذه ولا الكلاود تكنولوجيز. دونك كاين كلاود سيكيورتي وريسكس بالطبع يعني كاين مخاطر على مستوى الكلاود ثاني. دونك من بينها عندنا السولوشنز اللي نقدروا نيتيزيوها مثلا الكاس بالسي اس بي ام اكسيتيرا الكلاود اكسس سيكيورتي بروكرز ولا سي اس بي ام مثلا بوستشر مانجمنت اكسيتيرا. دونك هذو ثاني دي سولوشن اللي نيتيزيوهم على مستوى الكلاود من اجل حمايه معطياتنا وبياناتنا على مستوى الكلاود. بعض الفريم وركس وستاندردز مع انه مابقاش الوقت بزاف ندخلوا فيها بطريقه يعني سريعه شويه. سايبر سكيورتي فريم وركس والستاندار هما الضوابط ولا القوانين اللي متفق عليهم على مستوى عالمي ولا مستوى وطني نوتيليزيوهم من اجل حمايه معطياتنا وحمايه معلوماتنا.
نشوفوا بون جوزو هادو رابيدمون ستاندرز ريغوليشنز. نشوفوا مثلا عندنا الايزو 27001 يعني الانترناشونال ستاندرز اورجانيزيشن اللي هي المنظمه اللي تخدم هذا لي ستاندار انترناسيونال اللي اسمها ايزو معظمكم تعرفوها. كاين الايزو 27001 هذا لو ستاندار نوتيليزيوه مثلا من اجل بنايه نظام الاي اس ام اس يعني الانفورميشن سيكوريتي مانجمنت سيستم يعني نخدموا نظام نجيريو به لا سيكوريتي دي سيستم د انفورماسيون لا سيكوريتي دو لانفورماسيون تاع لونتربريز نتاعنا. عندنا مثلا البي سي اي دي اس اس. بي سي اي دي اس اس اللي تستعمل على مستوى البنوك وعلى مستوى الشركات اللي تستعمل بطاقات البنوك اكسيتيرا. الاختصار تاعها هي البيمنت كارد اندستري داتا سيكوريتي ستاندرد. عندنا في الجزائر مثلا لا ان بي دي بي لوتوريتي ناسيونال دو بروتيكسيون دي دوني او كاركتير بيرسونيل يعني السلطه الوطنيه ولا المنظمه الوطنيه لحمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي اللي راهي تيتيليزي في لا لوا هذيك اللي خدموها 1807 من اجل حمايه المعطيات ذات الطابع الشخصي. عندنا مثلا حاجه اللي تشبه على المستوى الاوروبي اللي هي الجي دي بي ار ولا اللي يسميوها اون فرونسي الار جي بي دي دونك الجنرال داتا بروتكشن ريجوليشن ثاني من اجل حمايه المعطيات الخاصه. عندنا مثلا لارناسي على مستوى الجزائر ثاني لو ريفيرونسييل ناسيونال دو لا سيكوريتي دو لانفورماسيون يعني كوم سي اون فريم ورك لان ستاندار اللي نوتيليزيوه ديجا في الجزائر اللي خدموه خبراء في المجال اللي باش نحميو به ثاني معطياتنا الشخصيه ولا داتا سنترز تاع الشركات الى ما اخره. وكاين بالطبع بعضها الأمريكية الأوروبية مثلا فيزما هيبا اكسيتيرا اكسيتيرا. نكمل protecting personal data. دونك في يومنا الحالي شفنا سايبر سيكيورتي شفنا المخاطر شفنا بعض الأدوات بعض الستاندار في المجال اللي اكزيستيو على المستوى الجزائري والمستوى العالمي. دونك حماية معطياتنا الشخصية بلغت خطورة مهمة وبلغت يعني ولات أمر مهم في الوقت الحالي يعني. دونك الداتا انكريبشن هي من أهم النقاط من أجل حماية معلوماتنا لأنه باش نقولوا يعني صراحة كاين واحد الأمثال نوتيليزيوهم في المجال risk zero doesn't exist مثلا الخطر صفر مثلا غير بال HTTP. دونك يقدر مثلا يجي الأستاذ عيسى يقعد غير بيناتنا يسمعنا واش أنا هدرو بصح كي تولي بال HTTPS يعني encrypted هذا هو معنى ال HTTPS وباختصار هذا هو معنى ال secure communication channels. السوشيال ميديا والبرايفسي كما حكينا السوشيال ميديا بلاتفورمز دوك ولاو يعني بطريقه باخرى كما سهلوا بزاف صوالح وكما نعرفوا كما كنا صغار رجعوا العالم قريه صغيره الى ما اخره انت زعما هنا فاميلتك في امريكا تقدر تتصل به فيديو ابل اكسيتيرا. في نفس الوقت ثاني ظهروا فيها مخاطر كبار وبالطبع يعني كما نعرفوا كامل التكنولوجيا هذه كشغل سلاح ذو حدين كما تقدر تكون مليحه كما تقدر تكون عيانه يعني كما فيها الفوائد كما فيها الادفانتجز فيها الديسادفانتجز. دونك البرايفسي سيتينجز ريفيو هي اللي حكينا عليها يا جماعة الخير. أنا متمني مور لا كونفرنس هذه كل واحد فيكم يعاود يروح يتشيكي البرايفسي سيتينغز تاع السوشيال ميديا اكونت تاعو على الأقل على الأقل السوشيال ميديا يا سيدي لا ماشي كاع لي زابليكاسيون كاع لو سيستم تاعك أو موا عاود فيريفي البرايفسي سيتينغز تاع مثلا مواقع التواصل فيسبوك انستغرام لينكدين تويتر اكسيتيرا اكسيتيرا باش تشوف إلا أنت راك سامح لكاش حاجة واللي هي نورمالمون ما تسمحلهاش ولا كاين تطبيق أنت ما تعرفوش ممكن يكون مكونيكتي في الكونت تاعك ويسرب في بياناتك وأنت ما على بالكش لأنه كاين مثلا هذوك الالعاب ولا هذوك التطبيقات ولا اللي كي ندخلوا ليهم يدوموندي لوجين ولا ساين اب يعني يدوموندي تسجيل ريجستريشن. كاين عباد بون عادي يدخل بفيسبوك يعني يسجل بالفيسبوك اترافير لو كونت فيسبوك ولا اترافير لو كونت انستغرام ولا دونك لابليكاسيون هذيك في الحقيقه راهي كونيكتيت داخل لو كونت فيسبوك. وكاين اللي كيكمل استعمال الموقع ولا استعمال لابليكاسيون ولا ينساها ويروح. دونك كي راح تشيكي من بعد البرايفسي سيتينغز تاعكم راح تعاودوا تفكروا كامل لي زابليكاسيون اللي اوتيليزيتيهم وبالك تلقاو دي زابليكاسيون اللي بالك ماشي نتوما اللي اوتوريزيتوهم باش يكونوا في الكونت تاعكم. دونك بي كيرفول. عندنا المايندفول شيرينغ باختصار دونك كيما دير برايفسي سيتينغز كيما نابليكي والسايبر هايجين كيما نديرو سيكيورتي اورنس المايندفول شيرينغ يلعب دور يعني بالمختصر المفيد الى المعلومه هذه ماشي لازم تتبارطاجا ما تبارطاجيهاش. دونك بارطاجي لو مينيموم بوسيبل يا سيدي حبيت تقول مثلا كنت في جيلتك دير تصويره وحط جيلتك وكذا ما كلاش تقول مثلا كنت مع فلان في الساعه الفلانيه مع في البلاصه الفلانيه في الموقع الفلاني شوف ما تزيدش معلومات بزياده بزاف لانه ممكن تدور عليك كاين حالات وين تقدر تدور عليك المعلومه هذيك.
بعدنا بالطبع مثلا سيكيور اكونت سيتينغز دونك روحوا ماذا بكم كامل ابليكي 2 اف اي اللي هي 2 فاكتور اوثنتيكيشن اللي حكينا عليها ولا اوثورايزيشن. يعني في عرض اللي تبقاو تدخلوا الفيسبوك مثلا ولا الكونت واحد اخر ديريكتومون شوفوا بون لا ماجوريتي تاع كاع السوشيال ميديا بلاتفورمز فيهم البوسيبيليتي هذيا دونك يبقاو لي زابليكاسيون لي سيت لوخين لي تيتيليزيو هذيك الله اعلم كل حاجه وكيفاه باري ديما مثلا فيها هذيا كي دير المود باس وتجي تبعث دراهم يزيد يدوموندي لك لو كود تاع التليفون هذاك باغ اكزومبل هذيك راي 2 اف اي دونك تقدروا تابليكيو لو ميم برينسيپ في السوشيال ميديا اكونت تاعكم فيسبوك ولا الاذر اكونت. عندنا مثلا الداتا شيرينغ كنترولز عبالكم باللي لي سيت ويب كيما جوجل مايكروسوفت فيسبوك تويتر اكسيتيرا راهو يسقسيكم نتوما بالك ما انتبهتوش برك راهو يقول لك اسكو تسمح لي نبارطاجي كاع المعلومات شويه معلومات ولا جوست لو مينيموم نيسيسير باش نبقى نخدم بالسيرفيس انا نتاعي. معظمكم بالك راكم درتوا هذيك الاولى تاع من حقك معليش دي كلش دونك انت قول العفسه هذه تاع الداتا شيرينغ كنترولز لانه راهي تلعب دور لي دوني تاعكم الى خرجوا ولا غدوا ما غدوا على بها كاين ناس كانوا يدوروا مثلا في الفيسبوك يبراوزي ولا يشوف في ان جروب ولا في ان باج ونكون مثلا نحكي انا والاستاذ نحكيوا على لي ميكروفون وسايبر سيكوريتي قدر ربع ساعه من بعد نولوا يخرجوا لنا تصاور تاع سايبر سيكوريتي ولي ميكروفون اكسيتيرا كاين اللي بالك سمعتوا بها وكاين اللي بالك صرات لكم كامل. هذه عندها علاقه بالداتا شيرينغ كنترولز لانه نتايا بالك ما كنتش جايب خبر اوتوريزيت فيسبوك باش يسمع للمحادثات نتاعك يفتح الميكروفون ويفتح الكاميرا ويستعمل معلوماتك في اماكن اخرى دونك الفو فيريفي المعلومات هذوما الفو فيريفي لي بارامتر هذوما بوكو بلوس. انا ثاني بي واري اوف ريكويست دونك بكل بساطه بنادم ما تعرفوش بعث لك انفيتاسيون ما تاكسبتيهش خير من اللي تاكسبتي ومن بعد بالك كيما نقولوا احنا بالعربيه تاعنا يدخل في التصاره يبعث لك اللين هذاك تما تجيبش خبر تكليكي عشان امبيراتي لك التليفون بكل اختصار لانه هكا راهم يصراو هكا يصراو لي زاتاك. كاين بزاف مثلا اللي كانوا قاعدين في امان الله يلحقوا ميساج في ميسنجر ولا في ايميل ولا يجيك راجل مثلا ولا امراه ولا تقول لك انا زوجي توفي وخلى لي دراهم كبار ومنه شغل كاين اللي امنوا بها والله غير كاين اللي امنوا كاين عباد بعثوا لي يقولوا لي ود طاهر بعث لي المراه هذه عندها 8 ملايين دولار قالت لي اعطيني اسمك نبعث لك الدراهم شويه عقل يا جماعه خمم دونك من الافضل ما تكسبتيش ما تعرفوش ما تعرفاش ما تكسبتيش بكل بساطه يقدر يكون فيك اكاونت ماشي كاع لي كونت نشوفوهم راهم دي كونت حقيقيين دونك الانسان لازم ينتبه للامور هذوما. عندنا اللوكيشن برايفسي هذه اللي كنا نحكيوا عليها مثلا دونك انا باش ما يعرفش فيسبوك باللي طاهر اليوم راهو في غردايا ما نخليهش ياكسيدي لللوكيشن سيتينغز تاعي بكل بساطه كي سقسي كي دوموندي ياكسيدي اللوكيشن ندير له ديناي انا مثلا التليفون تاعي انجليش تخرج لي ديناي نكليكي ديناي ما ياكسيديش السلام عليكم ما يعرفش وين راني لانه هذه معلومتي حاجه شخصيه انني في غردايا وانت فيسبوك شغل كيما نقولوا واش دخلك الى اني في غردايا علاش تحوس تفهم وين راني هنايا دونك تقدر ثاني تكونترولي لي زانفورماسيون هذوما. عندنا ريغولار برايفسي تشيك ابس يعني الى خذيتوا لي الراي ودرتوها اليوم ودخلتوا شفتوا البرايفسي سيتينغز ماشي اليوم وسي بون ديروها ان فريكوينت واي كل شهرين ثلاثه خمس شهور ولا تفكر ابليكاسيون تيتيليزيها تكون قاعد ما عندك والو تستنى في كاش حاجه ادخل فيريفي البارامتر تاعها وشاك ماكتيفي وشاك موتوريزي وشاك ديزاكتيفي و ايدوكيت يور سيلف دونك ليكيب كيما حضرتوا اليوم راه بالك فدناكم يركب معلومه ولا زوج هاد الامور ملاح هاد الايفنتس ولا هاد السيشنز حبوا اون سايت ولا مام اونلاين راح يفيدوك راح تفهم واش كاين النيو تايبس اوف اتاكس دونك صايلها كيما دوك باش نسامبليفيو دوك كيما راك عارف باللي السراق مثلا كيسب تليفون في مكتوب مفتوح يجي ساهل يديه كي تكون عارف المعلومه هذه دونك باين راح تحمي روحك منها باسكو عارف باللي السراق يقدر يسرق لك من ثم. نفس الشيء في الدومين هذا دوك تبع الاخبار تشوف يعني هذا الحصص تشوف هذه الدورات اكسيتيرا دونك راح تفهم يعني يا لو كان تكون عندك ايدي على لاطاك كيفاش راه يسرى ولا لا سورس تاعو منين تجي دونك تحمي نفسك من certain threats ولا certain risks. regular profile audits هذه تخص الشركات custom privacy settings حكينا عليها. نقطة مهمة هي avoid public Wi-Fi. معظم الناس يدخل بيتزيريا يدخل ريستورون يدخل اوتيل يدخل ايروبور ولا يسيب ويفي مفتوح ولا فري ولا يدخل يجري يكليكي فيه باش يكونيكتي يجري شو بطبيعة الانسان يروح يجري يكليكي ثم غير باش ياكسيدي الانترنت. اسكو على بالكم باللي باش ما نضخمهاش مي في كاين في بعض الحالات نص لي ويفي بيبليك مفتوحين هذوك راهم فيك دايرينهم هاكرز باش يتصيدوا على الناس باش كي تبدا تهدر ولا تكومونيكي تبعث مود باس ولا تبعث لي دوني تاع الكريديت كارد تاعك ولا يسرقها لك.
نفس الشيء تقدر تسرى، وتقدر تسرى بطريقه ثانيه تاع نجي مثلا انا ما يعرفني حتى واحد، نستالي لهيها كامل، نسمع باللي عندكم ويفي باطل لهنايا قاعد تكونيكتيو فيه، نسي ندخل معكم تكونيكتيو ونبدا انترسيبتي في الريكويست تاعكم اللي راهم يطلعوا في الويفي هذا، ونولي نسرق في لي دوني تاعكم. دونك الى حتى تيليزي ويفي من الافضل يوتيليزي معاه ان في بي ان فيرتشوال برايفت نتورك مثلا اللي راح ينكريبتي الداتا تاعك على سبيل المثال. دونك مام الى تفورسيت باش تيليزي اوبن ولا بابليك ولا فري واي فاي، او ما يوتيليزيها بالطريقه الصحيحه، من الافضل تيفيتيها كامل. ليميت تاغينغ والمنشنز، هذه على مستوى التطبيقات، ريفيو اب على مستوى السوشيال ميديا، والثانيه ريفيو اب بيرميشنز على مستوى التطبيقات. دونك من غير الفيسبوك والاخرين كاين تطبيقات بالك راكم طلعهم الالعاب ولا تتيماجينيها لعبه تاع الشطرنج، تدخل تلعب شطرنج يدوموندي لك اكسي الميكروفون، نجد نلعب شطرنج وبسويش دير بالصوت تاعي. دونك يقدر يكون فيها باك دور راهو يتصنت على الاصوات نتاعك ولا. دونك باش تعرف سي تري فاسيل بسيطه، تدخل لي زابليكاسيون بدات فيريفي في البيرميشنز تاع كل ابليكاسيون وحدك تفهم. دونك تصيب لعبه يدوموندي اكسي للميكروفون للكاميرا، واللعبه هذيك ما فيها حتى حاجه علاقه بالصور ولا، دونك علاش تحوس على الصور ولا علاش تحوس على الميكروفون. دونك هذه ثاني تقدر تكون طريقه ذكيه تيتيليزيها باش تيدونتيفي التطبيقات المناح والعينين اللي راهم عندك ديجا في الهاتف. Beware of phishing scams اللي حكينا عليهم، انتبهوا للايميل، انتبهوا للميساج اللي يجوكم من عباد ما تعرفوهمش، حتى في الاس ام اس، في الواتساب، في الفيسبوك اكسيتيرا. Think before posting كما قلنا، نقص المعلومات اللي تحطهم وthink before posting، ما تروحش تجري تبيبليها. سي عاود خمم بالك يا ودي، ما نيتكش تبيبلي كاع التصويره ولا لي ديطاي اللي حطيتهم ولا. دونك think before doing. والبرايفسي فوكس بلاتفورمز، دونك من الافضل في عوض لي مثلا تيتيليزي ميسنجر اللي من البكري معروف باللي معلوماتك يروحوا ديريكت لقاعده بيانات الامريكان وجينيرالمون يخرجوا بزاف، نروح نوتيليزي تطبيق امن ولا برايفسي فوكس مثلا سيجنال تيليجرام اكسيتيرا اكسيتيرا. سينا نفيدوا الاغلبيه ولكن الوقت ضيق. شكرا لك استاذ، بارك الله فيك، كانت مهمة صعبة انك يعني تزيكزاكي بين ما يهم تقني وما يهم الشباب وما يهم، فبارك الله فيك كنت موفقا في هذه المهمة. لدينا سؤال للجمهور يرجى الإجابة عنه عبر الرابط الذي أرسل لكم دائما. يقول سؤال: ماذا تريد ان تعرف عن أمن المعلومات والأمن السيبراني والخصوصية؟ حاولوا الإجابة في كلمة أو كلمتين فقط، وسنرى الإجابات على هنا على الشاشة لكي يعني نوجه الأسئلة بطريقة أحسن. تفضلوا. طيب في انتظار يعني إجاباتهم، عندي سؤال يعني فيما يخص الخصوصية، يعني هناك يعني عقلية منتشرة جدا قل لك أنا إنسان بسيط، علاش يعني نحمي خصوصيه تاعي؟ واحد ما راح يعني يحاول يخترقني، العكس يعني الناس مسؤولين ولا صحفي كبير ولا، فانا انسان بسيط لماذا قد يخترق خصوصيتي؟ يعني من هو مهتم بمعلوماتي اصلا؟ فما رايك؟ اوكي باش يعني باش نختصروا الاجابه تاع السؤال هذا، كما قلت مقبل كاين بزاف عباد مازال ماهمش مدين يعني هذيك الامبورتنس للسايبر سيكيورتي ولا البرايفسي. دونك كما قلت دوك قول لي انا مواطن بسيط كما قلت، ما عندي دراهم كبار، ماني مسؤول كبير، ما يهمش يعني ما يخترقوني ما يهمش. مي اسكو تسمح يخترقوك يدو تصويرتك يخدموا بها بلاصه واحده اخرى؟ اسكو تسمح يدو معلوماتك يعني يبيعوهم لشركات اخرى على سبيل المثال؟ اسكو ثاني على بالكم باللي نقدر ولا يقدروا يعني هذا الكريمينالز هذوما يقدر واحد منهم يدخل للكمبيوتر نتاعك يبيراطيك ويقعد ساكن لك تما ويولي يستعمل الكمبيوتر نتاعك باش يشن هجمات على ناس واحد اخرين وعلى شركات واحد اخرين؟ اسكو تقبل بها؟ فعلا هذه لا ريبونس. يعطيك الصحه. سؤال اخر يعني بما اننا حكينا على هذه الاخطار، ممكن الانسان يخاف يولي يرسل اموال عبر الانترنت، يعني التجاره الالكترونيه ممكن ما يستخدمهاش، فكيفاش نميزوا بين يعني الامور اللي ممكنه والامور اللي قادر يصرى فيها اختراق؟ أوكي. امور امنه قصدي. شوف من قبل كنا نقولوا للشركات ولا للناس ولا غير تشوف مثلا موقع HTTPS راك في بورسنتاج كبير يعني موقع رسمي وموقع آمن. مؤخرا هذا يعني لا ديسپونيبيليتي تاع باش تقدر تجيب هذيك الشهاده تاع HTTPS راهي ولات بسيطه، ومعظم المواقع ديجا كاينه يمدوها غراتوي. دونك اي واحد
يقدر يفتح سيت ويب ويدير له الاتش تي تي بي اس ويلعبها مثلا باللي موقع رسمي اكسيتيرا. دونك واش نقدر نقول لك؟ دونك مثلا نعاود نولوا للمثال تاع اللي حكيت عليه انا مثلا مقبل تاع لي زوبيراتور تيليفونيك تاعنا تاع الجزائر موبيليس جيزي اوريدو مثلا لي طروا اوبيراتور تيليفونيك على بالي تلاقيته في الانستغرام فيسبوك تشوف هذيك تاع زياده انترنت مجانا تشوف نتفليكس لك تجيك 200,000 غراتوي هكا وخلاص. دونك معليش يا سيدي يا سيدي نقولوا بالك صح وحده من الشركات هذوك داروا عرض يزيدوا لك انترنت من عندهم حبوا يديروا الخير في رمضان يردوا شويه حسنات ولا ما نمنعوهمش احنا ولكن دونك الى مثلا موبيليس ولا اريدو ولا دونك نروح نفيريفي هذاك الدومين نيم اللي راه يخرج لي في السيت ويب هذاك كابسط حاجه نقدر نديرها. دونك الى جيزي هي اللي راهي دايره مثلا باللي عرض تمد فيه 100 جيجا مجانا دونك معروفه باللي النون دومين تاع جيزي الرسمي هو جيزي دوت دي زد. دونك الى خرج لك الجيري داش جيزي بوينت دي زد باينه ماشي الموقع نتاعهم شغل باينه باللي موقع ماهوش رسمي. نفس الشيء في موبيليس نفس الشيء في موبيليس ولا في 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 مختلف يعني المواقع والتطبيقات. دونك في الجزائر عندنا مثلا ويد كنيس ودكنيس ما جو بونس ما فيش دفع الكتروني ديريكت مي بار اكزومبل الجوميا والله اعلم مواقع الاخرى فيهم الكابابيليتيز تاع تدفع الكترونيا يعني تشري منتج اونلاين ولا. دونك جوميا خلاص راهي شركه قديمه وعندها السمعه نتاعها يعني ما مش حيسرقوا لك دراهمك هذه حاجه باينه ولكن تاكد مني راك سوا سوا صح في الموقع الرسمي تاع جوميا ولا في الموقع الرسمي تاع ودكنيس اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فاليدي شوف شوف اللوغو شوف الميل مثلا كي يلحقك الميل هذاك فيريفي الاورتوغراف اسكو فيه غلطه ولا لا لا باسكو لا ماجوريتي تاع لي زيميل الاخرين فيهم غلطات وخاصه هذوك لي ميساج لما يجوا في الميسنجر والواتساب لما يجوا بالعربيه تاع انا فلان وراني مريض وحنموت عندي 700 مليار الا نمدها لك هذيك باينه يقول لك انا زايد في الانجليز ويبدا يهضر معك بالعربيه وشغل تشوف في الهضره نتاعو باينه يعني الامور هذوما ما يحتاجوش خبره وما يحتاجوش يعني ادوات متقدمه الانسان غير يخزر فيها كيشوفها يانلاليزيها يفهم. المهم لا تتسرع باش تكليكي ولا باش تمد المعلومه نتاعك دونك دبل تشيك ثينك بيفور دوينغ شوف النون دومين شوف اللوغو شوف الكتيبه كيفاش مكتوبه شوف التنظيم نتاعها زيد فيريفي يا سيدي. بعثوا لك مش عارف بعثت لك الجيري تيليكوم قالت لك نمد لك عام كونيكسيون باطل يا سيدي ماشي مشكل ارفد روح فاليدي عاود عيط الجيري تيليكوم كونفيرمي معاه كأبسط حاجة تقدر تديرها باش ما تطيحش ضحية اختراق بكل بساطة. يعطيك الصحة ومفيد أيضا أنك تكون مثلا في جروب ماسنجر ولا جروب واتساب وإنسان يبعث هذو الروابط يعني تقول له نحيه فيعني نشرة للوعي ما تخليش يعني الاستغفال هذا. بعض الأجوبة بالنسبة لما يريدون يعني معرفته إعدادات ماسنجر الجديدة يقول ما رأيك يتساءل عن مصادقة ثنائية الهندسة الاجتماعية وسؤال آخر يقول من أين أتعلم الأمن السيبراني؟ فخير سؤال من أين أتعلم الأمن السيبراني؟ نبدأ به. أوكي كيستيون مليحة هذه. دونك فدنا تما الشعب ويحوس يفهم كيفاش يتعلم المجال هذا، هذه حاجة مليحة. ماشي من باب البروموشن للماركتينغ ولا بصح نبارطاجيها معكم. ك يعني فاوندينغ بريزيدنت تاع الاوسب الجي ستوبتر اوسب اللي هي الاوبن وورلد وايد ابلكيشن سيكيورتي بروجكت فتحنا فرع رسمي في الجزائر هي منظمه غير ربحيه عالميه فتحناها ثاني في الجزائر بطريقه غير ربحيه ايضا ان شاء الله بالك افريل ماي راح نقدموا دوره كامله اونلاين مجانا اللي راح ترشح نرشحوا بها ناس ما من اجل ربح يعني فوتشر مجاني من اجل اجتياز شهاده في المجال اللي هي الاي اس اي 2 سي سي اي اس اي 2 اللي هي الانترناشونال انفورميشن سيستم سيكيورتي سيرتيفيكيشن كونسورتيوم هي ثاني منظمه عالميه في تنشط يعني في مجال سايبر سيكيورتي اكسيتيرا وهي نقدر نسميوها ك معروفه في المجال بلي زعما ذا موست بريستيجيوس اورجانيزيشن ان ذا وورلد عندهم برنامج بور يعني بور لي ديبيتون بور العباد جدد انتري ليفل بيبل باش يبداو في المجال هذا عندهم شهاده اسمها سي سي سيرتيفايد ان سايبر سيكيورتي دونك حنا خذينا الانيشيتيف هذه وراح نابليكيوها ان شاء الله في الاوسب الجيس شابتر باش نمدوا يعني فورماسيون غراتويت اونلاين ثاني دونك ماشي لازم تجونا منا مثلا حتى الالجي ولا البليده ولا دونك تقدروا تبارتيسيبيو اونلاين من داركم ولا من المكتب العام الاولى وراح تقدروا تربحوا بالك فيها ثاني الفوتشر بور باسي تما ليكزامان تاع لا سيرتيفيكاسيون غراتويتمون من غير هذا الشيء دونك باش تتعلم الريسورسز ولا الويب سايت ولا كاين بزاف وانا ايضا مثلا كمدرب ومستشار في المجال هذا تما ندير يعني
مختلف يعني الترينينغز والسيشنز في الجي برا الجزائر في الجزائر دونك بصح السيشنز هذوما جينيرالمون شغل يكونوا ديدي بور باسي اون سيرتيفيكاسيون ولا بور افوار حاجه بيان بريسي ماشي باش تدخل الدومين هكا هكا وخلاص لانه سايبر سيكوريتي هو المجال وفيه اختصاصات بزاف عندنا مثلا جي ار سي اللي حكينا عليها اللي هي الجوفرنس ريسك اند كومبلاينس راهي ستين سبيسياليتي عندنا الاوفنسيف سيكوريتي يعني الامن الهجومي راهو ستين سبيسياليتي عندنا الديفنسيف سيكوريتي الامن الدفاعي ستين سبيسياليتي داتا برايفسي خصوصيه المعلومات راهي سبيسياليتي دونك ما تقدرش بالطبع فورماسيون وحده تقرا هذوما كامل هذا مستحيل ولكن كاين برامج كاين شهادات انا علاش جينيرالمون ننصح الناس بالشهادات لانه يمدوا لك طريقه ستراكتشرد يعني طريقه منظمه من اجل تعلم مجال ولا مجالين ولا دونك كاين بزاف واش ني باش ننصحكم تما بور ان ديبي يا الاي اس سي تو سي سي حبيتوا ديروها معنا مرحبا ديروها وحدكم مرحبا سينو كاينه الكومبتيا سيكوريتي بلس بون هذه ماشي مجانا هذه بدراهم تقدروا ثاني ديروها كوم بون ديماراج كومبتيا هو اورغانيزم امريكي وسيكوريتي بلاس هي ثاني شهاده في المجال ننصح بها الناس بزاف خاصه في البدايه لانه تمد لك جود فونديشنال نوليدج يعني تبني لك دي باز مليح اللي تبدا بهم في المجال ان شاء الله وفي الجامعه اسكو عندنا تخصصات في الجزائر في مصر بالطبع في على مستوى الجامعات الجزائريه عندنا تخصص اساسي لا سيكوريتي دي سيستم دانفورماسيون اللي جينيرالمون يديروها في الماستر كانوا كاينين يعني كاين بالطبع انستيتيوت ثاني عندهم كاين مثلا مراكز ومعاهد التكوين والتدريب اللي مدوا لك شهاده البي تي اس مثلا بروفي دو تكنيسيان سوبيريور تقني سامي زادوا سبيسياليتي تاع ادمنستراتور ريزو اي سيكوريتي جو بونس الاسم هكا دونك كاينين بالطبع الاختصاصات على مستوى الجزائري ولكن مشكله الاختصاصات هذوما رايحين كثرتها اكاديميك وتيوريكال بوكو بليس على البراكتيكال والمجال هذا يجمع كما شفنا يعني مجال تقني دونك ما نقولكش ما ديرهمش لا لا ديرهم ملاح هذوك ثاني راح يمدوا لك جريت فونداشنال نوليدج بصح ما يكفيوش دونك المجال هذا لازم له الكونتينوس ليرنينغ كونتينوس امبروفمنت يعني تطور مستمر تعلم مستمر دونك سي توجور تزيد في النوع من الريسورسز باش تتعلم وتافونسي يعطيك الصحة واحد من الأسئلة جاتنا أونلاين يسقسي على حياتك ومعدل الباك تخصص ممكن لأجل الخصوصية ما راحش تعطي لهم كل المعلومات لكن حبيت نسقسيك إذا كان يعني انطلاقتك في المجال بسبب تخصص جامعي ولا أكثر بسبب يعني هذو الشهادات الأونلاين أوكي باش نريبوندي تما رابيدمون بدات شغف قبل ما تبدا مجال عمل ولا قبل ما تبدا مجال دراسي ولا مجال اكاديمي ولا المجال هذاك شو بديتو كنت صغير بزاف بالك تذكرت 11 12 سنه هكاك بديت في الانفورماتيك ومن بعد شغل جاني هذاك الشغف هذاك تاع السايبر سيكوريتي والايثيكال هاكينغ والامور هذوك شغل كنت متحمس فيهم من بعد تما افونسيت فيهم قريت فيهم تكونت هنا في 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 يعني انستيتيوت واحد اخرين ثاني على المستوى العالمي انجلترا المانيا الى ما اخره وبالطبع مع الشهادات الاخرى والحمد لله انا في المجال دوكا بصفه رسميه يعطيك الصحه سؤال هل تستخدم خاصيه المصادقه الثنائيه على احد حساباتك اغلبيه يقول نعم 63% و 38% يقولوا لا ايش رايك ديجا كي البورسونتاج تاع النعم راهو 63 هاي حاجه مليحه دونك حنا واش نديرو ماذا بين هذوم لا راه لا لا قبل ما تخرجوا اليوم قبل ما تصحروا تروحوا تاكتيفيو التو اف اي راهي مهمه يا جماعه لانه بالتو اف اي باش نختصر لكم مثلا نقدر دوك انا نعطيكم مود باس تاع كاش كونت نتاعي نكون ماكتيفي فيه التو اف اي نعطيكم المود باس الصحيح وما تقدروش تدخلوا لانه لازم يكون عندك الكود الثاني اللي يوصل في الاس ام اس ولا يوصل في تطبيق ولا يوصل في ايميل واحد اخر دونك التو اف اي هذه حاجه مهمه يا جماعه يعطيك الصحة وضعنا يعني درنا لهم سؤال آخر هل تستخدم تطبيق تروكولر؟ هل تستخدم تطبيق تروكولر؟ أي نعم 100% إذا كان زوج نستناو الباقية يعني يلتحقوا يمدوا إجاباتهم طيب في نفس الوقت نروح إلى الأسئلة اللي جاتنا يعني سؤال يقول نحكي لنا أكثر على فيروس الفدية الخبيثة واللي انتشر بزاف اوكي رانسوموير الرانسوموير هي ثاني انتيب تاع مالوير اللي يعني يندرج في اللي حكينا عليها المالوير اللي هي الماليشيس سوفتوير الرانسوموير هذا كما شرحتها اللي هو فيروس الفديه هو ان فيروس ماشي كما الاخرين كاين دي فيروس اللي يبدا يسبريمي لك في الفيشي كاين دي فيروس اللي يسرق لك الفيشي
الرانسوموير هو لو تيب دو فيروس لي يكريبتي لك لي فيشي نتاعك في البي سي ولا في لو سيرفر، من بعد يقول لك خلصني باش نرجع لك صوالحك. تما حتى تخلصني باش نرجع لك المعلومات نتاعك ولا باش نرجع لك الصور نتاعك ولا. تما انت راك في دارك قاعد في لاباس لاباس بك في امان الله معلوماتك، ونجي نقول لك تخلصني باش نرجع لك معلوماتك. هذا هو الرانسوموير، هذا واش يدير باختصار. دونك لا كونطراتاك نتاعو تدخل فيها سيكوريتي اويرنس، يدخل فيها يعني التحسيس بالمجال كما كنا نحكيو، ويقدروا بالطبع يعاونوكم لي سوليوشن هذو كيما تاع لونتي فيروس تاع لودي اكسيترا، لانه معظمهم هم ديتكتيو ثاني لي رانسوموير اللي باينين. ولكن الا خرج رانسوموير جديد وانا درت عليك سوشيال انجينيرينغ وزعما بعثت لك في شي ماليشيس تاع وورد ولا اكسل وانت اكزيكوتيتو ديريكت، ما تلوم غير نفسك من بعد، لانه شويه كومبليكي لا ديفونس على الرانسوموير. طيب كيف يمكن استرجاع هذه المعلومات؟ اوكي، الان استرجاع المعلومات كاين زوج حاجات. الى رانسوموير هذا راه اون فامي معروفه نعرفوها عندكم، كيف تيماجينيوها؟ ايماجينيوها كيما الكورونا كي خرجت جديده، العالم كامل حبس، ستان فيروس جديد واحد ما على باله هذا كيفاش نديروا له كيفاش نتعاملوا معه. نفس الشيء في الرانسوموير، الى كان حاجه قديمه معروفه نديرو تشكك تاعها، يعني نديرو لوندي فيروس نديرو كذا، نديرو عندنا امورات نوتيليزيوهم على حساب الرانسوموير اللي ايدونتيفينا باش نرجعوا المعلومات. الا كانت حاجه جديده تماما ما فيهاش حتى وين نجو حنا يعني سيكوريتي ريسيرشرز ويعني المختصين الخبراء اكسيتيرا نديرو لي زاناليز نتاعنا، نديرو يعني خدمتنا واش يلزم ندير. الا قدرنا نفكو الشفرة نتاعو نقدروا نخرجوا الاونتي رانسوموير هذاك ونعاودوا نسترجعوا البيانات. الا ما قدرناش بون، هي في اغلب الحالات تخرج ما كاش كيف ما خدموا انسان، دونك يجي انسان واحد اخر يكسر الشفرة هذاك يخرج الاونتي نتاعو يعاود يخرج لنا الحل. ولكن باش نجاوبكم، الا كان رانسوموير جديد يعني دوك خرج، يعني المعلومه تاعك حيبقاو هكاك حتى على شهر شهرين بالك قل بالك اكثر الله اعلم. وممكن يعني ننصحوهم ايضا بانهم دائما يخلوا يعني معلومات الحساسه ومعلومات الاساسيه يخلوا يعني نسخه خارج كمبيوتر مثلا في جوجل دوكس ولا غيره من اكزاكتومون. هذه داخله في اللي حكينا عليها الداتا انكريبشن وداتا ستوريج سيكيورتي. دونك من الافضل خاصة معلومات حساسة كما قال الأستاذ، دونك ما تخليهاش غير في التليفون لا غير في البي سي ولا. دونك نقدروا نستعملوا مثلا الكلاود سولوشنز هذوك كما كان يحكي الوان درايف جوجل درايف اكسيتيرا اكسيتيرا، هذو ثاني يقدروا يعاونوا نقدروا نحطوا فيهم معلوماتنا ثم فيكو لي زانفراستركتور هذوك تاع جوجل ولا مايكروسوفت ولا نوعا ما معروفه ثاني على المستوى العالمي باللي دي زانفراستركتور صحاح وبيان سيكوريزي اكسيتيرا، دونك نقدروا نوتيليزيهم ثاني ان اور ادفانتج. طيب يتساءل يقول هل تعتبر مصادقة ثنائية أكثر تقنية أمانا لحماية معلومات أو يوجد بالفعل طرق ولو صعبة لاختراقها وما هي هذه الطرق؟ هي صراحة توافي مام توافي وتخترق، لأنه كما قلنا ببساطة المجال هذا راه شوية كومبليكي. هذا لا يعني كما قلنا إلا درت أنتي فيروس ولا إن سوليسيون ولا زعما توافي ولا راك محمي سي بون 100% راك محمي. دونك كاين دي كا وين شفناهم وين يقدر الاتاكر هذاك يباي باسي 2FA، ولكن هذه جينيرالمون تصرا دي كا صغار خاصة دوكا يعني في 2024 خرجوا يعني الغوريثمز وخرجوا ميثودولوجيز اللي يعتبروا كبست براكتيس، يعني سيكيور في سيكيور باي ديزاين سيكيور في الاركيتكتشر نتاعو، دونك نقدروا نمبليمونتيوه نوتيوزيوه وما نخموش بزاف اسكو يقدر الاتاكر باي باسي 2FA. ولكن تبقى بالطبع كريسك، سينو الا تقول لي 2FA هي اعظم حاجه زعما نقدر نسيكوريزي بها، لا 2FA راح تحمي دخول غير يعني اوتوريزي ولا للكونت تاعك، ماهيش تحمي لك في البيانات لهم في الكونت، اي تحمي لك في الكونت باش نتفاهموا. بالمناسبة يعني لما صار العطل في الفيسبوك مؤخرا حاولت نحوس على السبب، واحد من الأخبار قال بأنهم لقاوا يعني تسريب لبيانات هادو مصادقة ثنائية، يعني بيانات محدثة انت راهم يبعثوا لك في الاس ام اس في نفس الوقت راهو يلحقها عندهم، فحتى هذه التقنية يعني غير آمنة، لكن لازم انسان يديرها، يعني بدون هذه التقنية انت اكثر تعرضا للخطر. شوف باش نجاوبوا السؤال هذايا، يعني دوكا كما قلنا 2024 دوك تقنية الام اف اي ولا 2 اف اي ولا التقنيات هذوما بالطبع راهي يعني الان خاصة راهي تطبق بطريقة آمنة على معظم يعني الميجور بلاتفورمز للميجور كومبانيز. دونك كي تقول فيسبوك ولا جوجل راك تقول يعني شركات من يعني أكبر شركات العالم. دونك بالطبع ان تيرمز اوف سيكيورتي ان تيرمز اوف باغ اكزومبل هذه 2FA ولا راح يكونوا
ما ابليكيناها بالطريقه الصحيحه. ولكن كاين مثلا مواقع صغيره ولا لي شوب صغار مثلا كما قلت مواقع اي كوميرس ولا يقدر يكون واحد حب يديرها برك ما امبليمونتهاش بالطريقه الصحيحه. دونك يقدر يكون موضوع تجادلي يقدر يقول لك مليحه يقدر يقول لك ماشي مليحه. هي باختصار لازم تابليكي توافي. دونك من الافضل توافي هذيك تنتجريها افيك اون ابليكاسيون ماشي مع النيميرو تليفون. علاش؟ مثلا اون 2018-19 مانيش سير مهم مؤخرا ما عندش مايش حاجه قديمه بزاف ولا صرات واحد الثغره اللي خرجت باسم الاس اس 7 تاع واحد نقدروا نقولوا بروتوكول يوتيليزيوه شركات التليكوم ولي زوبيراتور موبيل اكسيتيرا ماشي غير الجزائر هذه مستوى العالمي اسمها اس اس 7 اللي هي سينيالينغ سيستم 7. دونك بكل اختصار الكود قبل ما يوصل التليفون تاعك ننترسبتيه نديه نعاود نابليكيه ريبليكيه في البلاتفورم ونجوز هكا. دونك اي هاني باي باسيت تو اف اي بصح المشكل ماهوش تو اف اي لهنا المشكل راهو في الهاتف ولا في الاوبيراتور تاع الهاتف. على بالي قلنا بلي يقدر يكون موضوع جدالي نوعا ما ولكن تو اف اي من المستحسن تتابليكا. وحتى يعني لو تمكن من الاختراق بسرعه تقدر يعني تنحيه. وحتى الفيسبوك يعني لما صار ذلك العطل كان لاصلاح هذا الخلل فيمكن نتجاوزه. نعود نشوفوا يعني نتائج الاستبيان عن هل تستخدم التطبيق تروكولر. تقريبا 68% يقولون نعم و33% قالوا لا. ما رايك هل فيه مشكله في هذا التطبيق؟ انا في الحقيقه عندي تعليق واحد على تروكولر كمعلومه برك إلا على بالكم بها الحمد لله إلا ما على بالكمش المهم تربحوا يمكن معلومه جديده. تروكولر في الحقيقه ماهوش ما عندوش علم الغيب باش نتفاهموا ماهوش يجيب في الاسماوات هكا وخلاص من الانترنت. تروكولر لمعلوماتكم لي كونتاكت تاعك تاع التليفون راه يدي فيهم يطلعهم للسيرفر تاعو يرفد تاعك 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 يرفد المعلومات تاعكم كاع. باغ اكزومبل انا اسمي طاهر امين الا 80% من لاصال هذه سجلت الرقم تاعي باسم طاهر امين غدا من غدوه اي واحد يرشرش على الرقم تاعي تخرج له طاهر امين والعكس صحيح. دونك يتبع الاغلبيه واش هي مسجله. المهم انه باش تكونوا على بالكم باللي لي كونتاكت اللي في تليفوناتكم هما اللي راهو يستعمل فيهم تروكولر باش يبين الهويه للناس واحد اخرين. تما الى مثلا رقم تاع الاستاذ واحد ما عنده غير انا اللي عندي واني كاتبه مثلا جيل تك ماستر مثلا غدوه من غدوه وانا عندي تروكولر غدوه من غدوه مثلا الاستاذ عيسى يحوس على النومرو هذا كي يكون شافو في كاش بلاصه يحب يعرف اسمه تخرج له جيل تك ماستر كيما راني مسميه انايا. دونك هذه هي الطريقه تاع الفونكسيونمون تاع تروكولر وتاع اغلب التطبيقات اللي يقول لك نيدونتيفيو لك الاسم اكسيتيرا راه عنده باز دو دوني. دونك المعلومات هذوك يجيبهم بلاصة واحده اخرى يا راه يدي فيهم من تليفونك. وتروكولر ثبت الامر في سنوات من قبل باللي المعلومات او يرفدهم من هاتف المستخدم هو. شكرا لك استاذ. هل توجد اسئله من جمهور الحاضر معنا؟ طبعا في انتظار ذلك ناخذ اسئله اخرى. يقول هل يمكن تعلم واستعمال امن السيبراني دون تخصص؟ يعني اجبت انه ممكن فعلا. يوجد سؤال اخر يقول ما هي مضادات الفيروسات التي تنصح بها للاجهزه اللوحيه الذكيه؟ يعني الطابلات. نظن نبدا بالسؤال الثاني ونعاودوا للسؤال الاول خير. دونك لي زونتي فيروس انا اللي ننصح بهم كاين زوج كاين بيت ديفندر وكاين كاسبيرسكي. من الافضل كاسبيرسكي. كاسبيرسكي اللي هو الانتي فيروس اللي تعرفوه تابع لروسيا وبيت ديفندر تابع لامريكا. دونك كاين كاسبيرسكي الدب هذاك الاخضر وبيت ديفندر يجيك شو اللوغو تاع تنين احمر هذوما سي لي ميور. سينو صراحه ما ننصحش مثلا بافاست ولا بهذوك لي سوليسيون لانه سهله جدا تتباي باسا بارابور الكاسبيرسكي ولا الاخرين. دونك من الافضل كاونتي فيروس تستعملوا كاين كاسبيرسكي وتلقاوه ديجا كاسبيرسكي في الجزائر راهو ديسبونيبل بريسك بارتو يعني تلقاوه للكمبيوتر للهاتف اكسيتيرا اكسيتيرا. ديجا فيه مام للاولياء اللي راهم حاضرين معنا لهنا فيه مام خاصيه تاع البارنتال كنترول. دونك تقدر مام تنستاليه في تليفون تاع وليدك ولا باش تجيري الحاله تبلوكي له كالكو سيت تاكسيدي له كالكو سيت اكسيتيرا اكسيتيرا باش تليميتي له لوتيليزاسيون تاعو وتكون بطريقه امنه بالطبع. دونك فيه ديزافونتاج مليح ثاني. طيب سؤال ايضا عن افضل تطبيقات محادثه امنا. اسمح لي ما ريبونديناش السؤال الثاني. السؤال الثاني واش فكرني فيه؟ قال لك على يعني طرق تعلم الامن السيبراني خلاف يعني الجامعه. خلاف الجامعه اوكي. دونك
السايبر سيكوريتي هي واحدة من مجالات يعني التقنية، وكيقولوا مجال تقني لا يتطلب الأمر، ليس إجباري تقرأ في جامعة. يعني نعرف أنا بزاف عباد من الجزائر ولا برا الجزائر ولا حتى من أمريكا، نعرف مثلا واحد عنده 44 سنة في أمريكا بدون ذكر الاسم، في 44 كان يخدم في مجال الكونتابيليتي والأمارات هذوك، حب يقلبها للسايبر سيكوريتي. في عامين ما بين عامين ثلاث سنين دار نهضة ماشي نورمال، شو الأفونس حق ما يافونسي إتيديون في خمس سنين ولا في ست سنين. دونك ما هيش مشكلة تحب تبدل دومين ولا، وفي نفس الوقت نعم سايبر سيكوريتي تقدر تتعلمها كهوبي ولا تقدر ديرها، ولكن حتكون صعبة بالطبع، لأنه بدون مثلا الأستاذ اللي راه في الجامعة ولا البروفيسور ولا بدون المنتور هذاك اللي راح يقيديك ويوري لك واش دير واش تقرا اكسيتيرا، دونك راح تتلقى عراقيل وتقدر تصرف يعني وقت كبير. باختصار باش نجاوب، نعم كما تقدر ديرها في الجامعة تقدر ديرها كاختصاص وحده. واصلا نزيد لكم معلومة، بالك 50% بالك من المختصين تاع المجال تاع عالميا ماشي قاع داروا، ماشي قاع قراو كمبيوتر ساينس ولا انفورميشن تكنولوجي ولا سايبر سيكوريتي في الجامعة. دونك كاين اللي بداوها كورسوس اكاديميك وكملوها بروفيسيونيل سايبر سيكوريتي، وكاين اللي كان في عالم ولا يخدم في عالم. دونك ماهيش حاجة اللي راح كيما نقولوا حد يفيني الفيوتشر نتاعك ولا. شكرا لك. هل يوجد سؤال من القاعة؟ تفضل من فضلكم يعني يعطى لهم ميكروفون. في انتظار ذلك تعليق يقول: كثرت حالات النصب الإلكتروني بسبب جهل الكثير من المستخدمين. يقول: وين النصاب باسم صفحة فيسبوك يطلب من ضحية معلومات البطاقة الذهبية ويمدها له بكل ثقة عمياء، فهذا داخل في السوشيال انجينيرينج اللي تحدثنا عنه. اكزاكتومون، هذا داخل سوشيال انجين، هذا داخل ثاني في الوعي يعني سيكوريتي اويرنس. هذه ما نحميكش منها انا وما يحميكش منها لونتي فيروس، هذه انت اللي تحمي روحك منها، يعني الوعي نتاعك هو اللي راح يحميك. سي فاسيل. شكرا لك. تفضل صاحب السؤال. بون، نشكر الاستاذ امين طاهر على هذه المحاضره يعني قيمه جدا، وطريقه الالقاء يعني مبسطه جدا تمكنك من فهم كم كبير من المعلومات. السؤال سؤالي هو: هل هناك بالإمكان بناء برنامج أو نظام نستعمل فيه الذكاء الاصطناعي وكذلك الخوارزميات البرمجية يعني مع بعض، وهذا البرنامج يتمكن آليا ودون تدخل من الإنسان من البحث والعثور على الثغرات الأمنية في أنظمة الشركات أو الأنظمة بصفة عامة؟ ولما لا، قد تكون فكرة لشركة جديدة ربحية، مع العلم أن هذا المجال من أعلى المجالات دخلا. وأما السؤال الثاني: ما هي القنوات اليوتيوب التي ترشحها لتعلم هذا المجال؟ وشكرا. بارك الله فيك. الإجابة على السؤال الأول نعم نعم، و effectively كاين ديجا شركات أبليكا والفكرة اللي تحكي عليها بوم برا ماشي في الجزائر بيان سور، كاين اللي خدموا هذه الطريقة، لأنه كما نعرفوا الـ AI بدل تم قبل ما يجي لهنايا. دونك كاين شركات حكموا الـ LLMs Large Language Models هذوك، و يعني ديفلوبوهم زادوا لهم بعض الخصائص ومدوا لهم قاعدة معرفية اورينتيت مع السايبر سيكوريتي، وخرجوا بها ادوات من اجل مثلا كما سميتها اكتشاف ثغرات ولا بور فير دي زودي دو سيكوريتي تكنيك مثلا، من اجل يعني خروج بقائمه ثغرات تاع موقع ولا. دونك نعم كاينين بزاف بلاتفورمز اللي داروا العفسه هذه. السؤال الثاني من فضلك: قنوات يوتيوب يعني ترشحها لتعلم هذا المجال. قنوات اليوتيوب أنا ما ننصحش بها لعدة أسباب، من بينها لأنه كما قلنا ماهيش structured، يعني اليوم يعلم فيك في حاجة بسيطة غد ويدخل لك في حاجة avancé etc. دونك ماهيش حاجة effective to learn. وفي نفس الوقت اليوتيوب ماهيش منصة يعني فيها مصداقية كبيرة باش تعلم مجال كما هكا، يعني كما رانا نشوف يعني أي واحد دوك يقدر يدير فيديو يطلعه في اليوتيوب، قدر يكون صحيح قدر يكون خطأ،
قادر يكون نصف نصف، يقدر يديك به للهاوية، يقدر يعني فيه بزاف احتمالات. دونك انا شخصيا ما ننصحش باليوتيوب، مع انه كاين يعني كاين قنوات تما اللي فيها الفائده، يعني صح ماهيش ستراكتور مي فيها الفائده، لانه الناس اللي راهي تخدم في المحتوى ذاك راهي الناس تاع مجال بالطبع، يعني ناس خادمه في المجال 5 سنين 10 سنين 20 سنه الى ما اخره هنا برا. سينو من الافضل يعني اللي انتريسي بالمجال اللي يتبع لو كورسوس تاع لي سيرتيفيكاسيون. علاش؟ ماشي لازم تروح تخلص دراهم وتجوز ليكزامان وتعلق الشهاده هذيك، من الافضل تقرا الكونتوني تاع الشهاده هذيك، لانه معظم ولا 99% من الشهادات الا ماشي كامل المحتوى نتاعهم ستراكتور، يعني كي يعلمك حاجه راح يبدا لك من تحت ويطلع معك ويعطيها لك بيان سور بطريقه صحيحه. دونك كي نحكيو مثلا على شهادات تاع المنظمات العالميه كيما الاي اس سي 2 ولا الايزاكا ولا الاي سي كونسل ولا الى ما اخره، هذه يعني شهادات راه خدموها industry experts subject matter experts، يعني عباد اللي راهم في المجال هما اللي راهم يخدموا في يعني عباد بخبره تاع 10 15 20 سنوات الى ما اخره، هما اللي اجتمعوا خدموا يعني الشهاده هذه. دونك بالطبع راح تدي اللب المعلومه كما نقولوا، وفي نفس الوقت حتكون practical. وثالث حاجه واهمها انه راح تكون structured، يعني تكون بطريقه منظمه، يروح معك كما نقولوا درجه بدرجه بدرجه الى ما اخره. دونك انا من الافضل ننصح بال يعني بالبرامج هذوك. طيب بالنسبه للمحاضره اللي حكيت عليها مع واتساب، كيفاش يقدروا يسجلوا فيها؟ جاتنا بزاف اسئله. اوكي كونسرنينغ الانيشيتيف هذيك تاع واتساب، تقدروا تدخلوا في لينكدين، اللي عندكم كونت في لينكدين تكتبوا واتساب الجيرز تشابتر تخرج لكم لاباج هذيك. ان شاء الله في الايام المقبله ليكيب راح يانونسي لو ليان تاع ريجستراسيون باش تسجلوا فيها، لانه الله اعلم بالك جست من رمضان ولا بعد ايام من بعد رمضان من بعد العيد ان شاء الله نبداو في يعني في اول حصه ان شاء الله اونلاين ان شاء الله. هناك اسئله بخصوص كيف يمكننا ان نحمي افراد العائله سواء كان كبار في السن او الابناء، كيف يمكن حمايتهم في عالم امن سيبراني؟ دوك في كي نقولوا نقسموها على قسمين، الابناء الصغار يعني يعني ابناؤنا الصغار ولا يعني مثلا اجدادنا الكبار، دونك نقسموها على تو كاتيجوريز باش نبسطوها. دوك للصغار قلنا باللي مثلا كاين البارنتال كنترول، يعني الكنترول الابوي ولا كيفاش نقولوا بالعربيه، يعني باش تجيري به وليدك شنو يدير في التليفون اكسيتيرا اكسيتيرا، دونك تحت ليميتي سيرتن ثينجز، دونك راح يكون امن نوعا ما. سينو الكبار الحل الوحيد هو سيكوريتي اويرنس، ما كانش طريقه اخرى، لانه حتى في كما قلنا ميم نابليكي لازم نديروا هذوك لي سوليوشن، لازم لونتي فيروس، لازم الفاير وول اكسيتيرا اكسيتيرا، ولكن بدون سيكوريتي اويرنس كامل هذوك السوليوشنز يولي ما عندهم حتى معنى. طيب شكرا. نعود الى اسئله الحضور، لدينا سؤال من هذه الجهه من فضلكم. طيب سؤال آخر في مجال آخر يقول كيف نتعلم الإيثيكال هاكينج، ما هو الفرق بينه وبين الأنواع الأخرى من هاكينج؟ أوكي ما حكيناش عليها احنا من قبل في المجال تاع سايبر سيكوريتي وخاصة في الإيثيكال هاكينج اكسيتيرا، عندنا بالك كاين اللي يعرفوها شغل لي كاتيجوري تاع الهاكرز بالقبعات، كاين القبعة البيضاء الجري والرمادية وكاين السوداء. دونك عندنا البلاك هات هاكرز والجري هات هاكرز والوايت هات هاكرز باش نبسطوها، وبين قوسين كلمة هاكر لا تعني انه شخص سيء، لانه في الحقيقة الكلمة هذيك اللي راهم يقصدوا بها شخص سيء هو الكراكر وليس الهاكر، لانه الهاكر هو الانسان اللي كيما نقولوا هو ثينكس اوتسايد ذا بوكس، هو ترايز تو ديفلوب سوليوشنز اوتسايد ذير بوكس، يعني يخدم يعني اون سوليوشن يزيد يديفلوبيها بلوس، هذاك هو الهاكر بالمعنى الحقيقي. سينو كلمه هاكر لا تعني الانسان الشرير اللي راهو يسرق في البيانات، هذاك نقولوا له الكراكر. لا علينا، نعاود نقولوا الموضوع. دونك كاين ثلاثه قبعات، كاين البلاك هات هاكرز الجراي هات هاكرز والوايت هات. البلاك هات هاكرز هما السايبر كريمينالز، هما الناس اللي راهم يسرقوا في المعلومات ويهكروا في شركات ويطيحوا في الدول اكسيتيرا اكسيتيرا. الجراي هات هاكرز كشغل هو وغوستوه كيما نقولوا حنايا، نهار مليح ونهار عيان، ولا في النهار يعاون الناس وفي الليل يحقر الناس مثلا. والوايت هات هما الناس اللي يخدموا في الشركات اللي يخدموا في المجال اللي هما الكونسلتنتس هما الخبراء هما المختصين هما الاساتذه اكسيتيرا اكسيتيرا، هذوك هما الوايت هات. طيب كيفاش يتعلم يكون اوكي؟ دونك كيفاش تعلم وعلاقتها؟ دونك
الانفورميشن سيكيورتي قلنا تجي فيها سايبر سيكيورتي. دونك السايبر ولا السايبر والانفورميشن سيكيورتي نختصروها في كلمه اي تي سيكيورتي، يعني انفورميشن تكنولوجي سيكيورتي. نقدروا نقولوا بلي تندرج الى ثلاثه اقسام برينسيبال. يعني عندنا الجي ار سي اللي هي الجوفرنانس ريسك مانجمنت اند كومبلاينس، عندنا الاوفنسيف سيكيورتي، وعندنا الديفنسيف سيكيورتي. دونك كي تحكي على الايثيكال هاكينغ راك تحكي على الاختصاص تاع الاوفنسيف سيكيورتي. الايثيكال هاكر بكل بساطه هو الهاكر الاخلاقي، يعني هو الانسان الذي يقوم باختبار اختراق المواقع السيرفرز الانفراستراكشرز اكسيتيرا باش يدونتيفي الفيلنرابيليتيز اللي راهم كاينين تما، ويعاون مثلا الكلاينت ولا يعاون هذوك الشركات ولا يعني المختصين الاخرين من اجل تصحيح الثغرات هذوما ورفع يعني مستوى الامن على مستوى الاورجانيزيشن هذيك. دونك كيفاش تعلم الايثيكال هاكينغ؟ بكل بساطه الا ما عندكش خلفيه على الاي تي والكمبيوتر ساينس من الافضل تنساها سايبر سيكيورتي، تروح تبدا تتعلم الكمبيوتر ساينس، تفهم واش هي الماشين هذيك كيفاش تخدم، تفهم البروسيسور، تفهم الالغوريثمز، تفهم يعني البي سي كيفاش يخدم، كيفاش تكومونيكي لا رام مع البروسيسور والبروسيسور مع الديسك دور اكسيتيرا اكسيتيرا. من بعد راح تتطلب يعني تكون عندك ثاني نوليدج وشويه سكيلز هكا، ماشي كمختص ولا كخبير، ولكن على الاقل عندك يعني لو مينيموم نيسيسير يكون عندك نوليدج على الشبكات، يعني البروتوكولز، البورتس، مثلا السويتش، الروتر، الهوب اكسيتيرا، يعني تفهم الشبكه هذيك كيفاش تمشي، كيفاش تكومونيكي. من بعد عندك الاوبراتينغ سيستمز، يعني تسي تفهم الويندوز، الويندوز سيرفر، لينكس، الماك او اس، اندرويد اكسيتيرا اكسيتيرا، هذو انظمه التشغيل كيفاش تمشي، كيفاش تصرا الاركيتكتشر نتاعو كيفاش دايره، يعني الديزاين اركيتكتشر. وتسي تفهم ثاني الكومبوننتس، وفي نفس الوقت تسي تفهم الادمنستريشن نتاعو، يعني كيفاش نادمنستري، كيفاش نجيريه. من بعد تقدر تزيد لها شويه لغات برمجه، على باليكم تشوفوها طويله، هي في الحقيقه سي سي فاسيل، هذو كامل تقدر ترفدهم في عامين ثلاثه، لانه كما قلت ونعاود ماشي لازم كل وحده فيهم تكون فيها ان سبيسياليست ولا ان اكسبير، ولكن لو مينيموم نيسيسير هو الفونديشنال نوليدج هذاك على الشبكات على لي سيستم، زيد لها شويه بروغراماسيون. الان راك واجد تدخل في السايبر سيكوريتي، تبدا مثلا بالاي اس سي 2 سي سي اللي حكينا عليها، ولا تبدا بالكومبتيا سيكوريتي بلاس، ولا بال يعني البرامج الاخرى اللي كما قلنا ستركتوري وخدمينهم خصيصا للانتري ليفل بيبل. من بعد تبدا تخمم على الايثيكال هاكينغ، مور ما تفهم الانكريبشن وتفهم واش هي السايبر وكيفاش تصرا واش هما لي كونترول واش هي الكونفورميتي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، تبدا تسبيسياليزي في الايثيكال هاكينغ. ثم تقدر تحكم مثلا الشهادات المعروفه تاع الايثيكال هاكينغ، مثلا سي او اش اللي هي سيرتيفايد ايثيكال هاكر، المعروفه فيهم كامل تاع ايثيكال هاكينغ. سينو كاينين الاخرين اللي مختصين في اختبار الاختراق، مثلا الاو اس سي بي اوفنسيف سيكيورتي سيرتيفايد بروفيشنال، ولا الاو سي بي بي تي اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك المجال هذا راه فيه الدنيا شهادات بزاف، ولكن الطريقه الصحيحه لازم يكون عندك نوليدج دو باز على الكمبيوتر ساينس. الا ما عندكش حبس روح ارفدو وعاود ولي، كي ترفدو وتولي اقرا كمبيوتر نتوركينغ، اوبريتنج سيستمز، شويه ديفلوبمنت، وتوكل على ربي في السايبر سيكوريتي. من بعدها تحب سبيسياليزي في الايثيكال هاكينغ، في الديفنسيف سيكوريتي، كلاود سيكوريتي، في الجي ار سي، انت وغوستوك، وانت وين لقيت راحتك من بعد. وكيفاش نكون بلاك هات هاكر؟ هذه نجاوبها لكم مع السحور ان شاء الله. في الساعه. شكرا. نشوفوا يعني السؤال من القاعه، تفضل. السلام عليكم. مشكور الاستاذ طاهر هواري الامين على المعلومات والنصائح القيمه. وسؤالي هو، هل تحميل التطبيقات المجانيه التي هي في اصلها تتطلب دفع اموال خطير على الجهاز ام لا؟ اوكي، شكرا جزيلا. ايضا باش نجاوبوا، كاين الفري وير وكاين البريميوم سولوشنز. دونك الفري وير باش نبسطوها هي ان لوجيسيال اللي جينيرالمون حيكون بريميوم، يعني حتخلص عليه، ولكن فيه نسخه مجانيه. الا تحكي على هذاك، هذاك ما فيه حتى مشكل، لانه ليديتور هو خادم دو لا ميم سوليوشن، خادمه بدو تيب. لو تيب تاع الفري وير يعني مجاني، وبيان سور حيكون ليميتي، تما لي زوبسيون ولي كونترول اكسيتيرا اللي فيه حيكونوا ليميتي لي فونكسيوناليتي تو. وكاين البريميوم اللي حيكون فيه كلش. وكاين التيب الثاني، دونك هناك تحكي على الكراكينغ، يعني مثلا الله اعلم كاش لعبه ولا برنامج فوتوشوب. ها فوتوشوب، فوتوشوب مثلا، الفوتوشوب يعطيك فتره تجريبيه تاع 30 يوم،
دونك تيليشارجيه من السيت تاع الادوبي من المنشئ نتاعو عادي جدا ما كان حتى ريسك، طلعته من لاسورس نتاعو تنستاليه تخدم به، ولكن بعد 30 يوم خلاص لازم تخلص تخلص البرنامج هذاك. دونك الان الى تيليشارجيت ان كراك ولا حاجه اخرى بالطبع راح يكون كاين تهديد مباشر على الجهاز نتاعك، دونك لازم لك تشري لا سوليوشن هذيك بريميوم بالمختصر المفيد. طيب وبالنسبة للبرامج مفتوحة المصدر، هل فيها برامج مثلا آمنة وتحمينا؟ أنا مشجع كبير لبرامج الأوبن سورس. ديجا أصلا الأواسب هي سيتون شوز يعني أوبن، أوبن وورلد وايد أبليكيشن سيكيورتي بروجكت. الأوبن سورس هي من أهم الأشياء ثاني، لأنه باش نزيد لكم معلومة راكم تشوفوا هذو اللي برودوي لهم بالدراهم وما نقولوش كاع مي معظمهم لا باز نتاعهم بدات بأوبن سورس سوفتوير، يعني جابوا برامج مفتوحة المصدر بازاو عليها وزادوا ديفلوبوها. دونك إلا تقول لي فيها تهديدات، نعم ولا، لأنه يقدر يكون الأوبن سورس هذاك ولا البرودكت هذاك ولا السوفتوير هذاك ماهوش باين، دونك ممكن إمكانية تاع الديفلوبر تاعو يكون انجيكتا فيه ان باك دور، ولا خاصة إلا كنت متميتريزيش ما تقدرش تقرا الكود سورس هذاك، دونك ماكش حتيدونتيفي الثغرة هذيك. مي سينون كي نتكلموا على لي بلاتفورم ولي سوفتوير تسمى الكبار اللي باينين تاع الاوبن سورس، هذوك راهم امنين بصفه 100% لانه جزنا عليهم كاع كمختصين مثلا، لانهم مفتوحين اي واحد يقدر يجي ياناليزي الكود هذاك. دونك العكس هذوك بالك يمدوا لك في بعض الاحيان لي لوجيسيال تاع الاوبن سورس يمدوا لك ثقه ومصداقيه اكثر من البرامج ما يعني مغلوقه المصدر كيما نقولوا، يعني للكلوزد سورس اللي تكون تابعه بروبريتوري لشركه معينه مثلا. شكرا لك. سؤال آخر تقريبا تقني، يقول هل يمكن تحميل عدة برامج أنتي فيروس في نفس الحاسوب وهل ينصح به؟ لا ينصح بفعلي هذا، لأنه أصلا لا ماجوريتي تاع الأنتي فيروس سولوشنز هذو ما كي تنصطاليهم في البيسي نتاعك راح يديتكتي الآخر ويقول لك يا ودي يتنحيني يتنحيه كل كما يقولوا احنا بالعربية غير يقول لك تنحي زعما تحط كاسبيرسكي وبالديفندر زعما على سبيل المثال تحطهم في بي سي واحد، الا حطيت بالديفندر الاول وجيت تستالي كاسبيرسكي، كاسبيرسكي يقول لك حبس شوف اني ديتكتيد بلي عندك بالديفندر، يا تنحيه يا ما تنستاليش انايا، باسكو حي ما من غير يعني القسره يعني سيريوسلي مام في الدومين لا ينصح باستعمال تو انتي فيروسز في نفس الوقت، ولكن تقدر دير ان انتي فيروس مع انوديار ولا مع نوتر سوليوشن واحده اخرى بالطبع، ولكن تو انتي فيروسز في السيم تايم يقدر ما يشكل لك مشكل في البي سي نتاعك، دونك لا ينصح بها عموما. طيب يعني نواصل الاسئله التي وردتنا، هناك سؤال عن افضل تطبيقات المحادثه امنا مثلا. افضل تطبيقات المحادثه امنا يعني الميساجينج بلاتفورمز افضلهم هما اثنان تيليجرام والسيجنال، يعني اللي مام في يعني على المستوى يعني الصعيد العالمي هذا واش يقول لك، يعني تسقسي اي واحد في المجال يقول لك تيليجرام والسيجنال، دونك هذو هما اللي مام انا شخصيا ريكوموندي تيليجرام والسيجنال. ممتاز شكرا لك. لدينا سؤال اعتقد من القاعه، يتفضل. السلام عليكم، نشكر استاذ السلام عليكم، نشكر الاستاذ طاهر الامين محمد الامين على المعلومات. السؤال هو هل يمكن الهاكر، هل هناك طرق للهاكر ان يصل الى معلومات البايوس ويتحكم فيها ويعمل مشاكل على مستوى الهاردوير؟ اوكي العفو شكرا لك. للاجابه نعم، كاين الفيروسات ولا الفيروسز اللي جينيرالمون يتارجيتي الهاردوير بيس. طب كيفاش يتارجيتي الهاردوير بيس؟ يتارجيتيها عن طريق البايوس مثلا، البايوس ولا عن طريق يعني هذوك الاوامر الاي او يعني تاع الانبوت والاوتبوت اللي يصراو على اللو ليفل على مستوى الكارت مير مثلا المذر بورد مثلا. دونك يقدر الفيروس هذاك يتسلل كروت كيت ولا كذايا ولا يكون يخدم على اللو ليفل ولا تما كيما نقولوا احنا بالعربيه تاعنا يهبط لتحت كامل ويعشش على مستوى تما الكارت مير، تما ما يبقالكش غير في الديسك دور، يدخل حتى في البايوس تاع الكارت مير، دونك يقدر ياكسيدي لك حتى للهاردوير بالطبع، ولكن لي كا هذوما قلال وصغار بزاف لانها تتطلب بتما اكسبرتيز كبير باش تقدر توصلها، ماشي يعني ماهيش حاجه بسيطه اي واحد يقدر يديرها. شكرا لك. ناخذ سؤال اخر، بالمناسبه يعني برنامج النووي الايراني تم اختراقه بهذه الطريقه بالسوشيال انجينيرينج، ثم بعد ذلك يعني حدث تسخين للاجهزه،
Stuxnet. Yes. تفضل صاحب السؤال. السلام عليكم، ربي يحفظك الاستاذ المحاضرة. عندي شغل رأي برك في نوعية الأجهزة اللي نستخدمها فيها، مثلا عندنا نظام الـ iOS والأبل، كاملة سمع معروفة في الحماية تاع بيانات المستخدم وال في فرق مثلا فما بابار الأندرويد كامل معروف للأبل أكثر حماية، واش رأيك هذا هو؟ واش هو السؤال بصح؟ قصدي في النظام تاع الأجهزة اللي نستخدموها في يعني النوعية مثلا ابل كامل نعرفوا بلي الحمايه تاع البيانات المستخدم الامور الشخصيه اكثر حمايه فيه مقارنه بالاجهزه الاخرى. اوكي صح، هي صح كاين يعني معروفه في المستوى الدول وخاصه في الجزائر، ديجا تهضر مع اي واحد يقول لك يا ودي الابل والاي او اس وانا جو بريفير ايفون باسكو ما يتبيراطاش او باسكو سيكوريزي. هذه كلمه سيكوريزي وما يتبيراطاش، بون سيكوريزي الى حد ما نعم، مام الاندرويد سيكوريزي لحد ما، بصح هذه كلمه ما يتبيراطاش هذه لازم ما نستعملوهاش لانه ما عندهاش بيزيس، كما قلنا ما كاش حاجه مضمونه 100%. والابل باش نزيدها لكم ثاني والايفون والاي او اس يتبيراطا مرارا وتكرارا على مدار سنوات كي هو كي باقي الانظمه والهواتف، يعني دي حاجه عاديه معروفه. دونك تحطهم اون كومباريزون فيهم بالطبع advantages و disadvantages. مثلا الابل من اول يعني في النظام تاعها في الاي او اس في نظام التشغيل تاعها هي من اول شركات اللي بدات في الهواتف تشجيع على البرايفسي، يعني فورسات الشركات الاخرين باش يحترموا خصوصيه الناس ومستعملين الهاتف بتطبيقات اخرى. هذا لا يعني انه اندرويد عيان، في نفس الوقت الاندرويد لافونتاج تاعو open source كما كنا نحكيو مع الاستاذ. دونك كي تبان فيه ثغره ولا يعني يبانوا فيه بزاف ثغرات باسكو open source، سي سا لافونتاج بينو بين الاي او اس. اي او اس closed source، وفي نفس الوقت تقدر يعني ابل دوك صح عندهم مصداقيه بالك ما يديروهاش، بصح داروها بطريقه اخرى، داروا واحد البيريودا ان ولا نقولوا ان لين دو كود هكا كي يكون تليفونك الباتري تاعو تكون بدات تهبط شويه يفورسيوه باش يزيد يهبط في الباتري، بالك ما سرقولكش لي دوني تاعك بصح داروا لك حاجه اخرى باسكو closed source، ما كاش اللي راح يحاسبهم ولا باسكو اصلا الكود هذاك بروبريتوري، ما عندكش الحق تاكسيدي للكود هذاك نوعا ما. دونك ماهيش كيما في الاندرويد تاع جوجل اللي راهو نوعا ما اوبن سورس ومبني على لينكس كيرنل اللي معروفه بالستابيليتي والامان تاعها، دونك فيها ثاني ادفانتجز. دونك ما نقدرش نقول لك هذا خير من هذا ولا هذا خير من هذا، يعني هذا عنده الادفانتجز والعيوب نتاعو ونفس الشيء على الاخر بكل اختصار. بارك الله فيك، ناخذ سؤال اخر من الجمهور. في انتظار ذلك نقرأ أسئلة أونلاين. يقول هل كود متمثل من أرقام وحروف كثيرة تساعد على عدم اختراق؟ ممكن نجاوبها أنا، قل نعم طبعا، كل ما كان فيه تنويع وكل ما كان طول أكثر فهو مساعد. سؤال آخر يقول هل يوجد عناوين لبحث للدكتوراه في هذا المجال للطلبة؟ طلبة جامعيين بالطبع كاين بزاف عناوين، وخاصة مع نشوء يعني الارتيفيشال انتليجنس ولاو يبانوا بزاف الريسيرش بيبرز، روحوا دخلوا للسيت هذاك بايزون تاع الريسيرش جيت هذاك تلقاو عدة مواضيع في المجال تاع السايبر سيكيورتي خاصة لطلبة تاع البي اتش دي يعني لطلبة الدكتوراه. شكرا لك. هل يوجد سؤال من قاعة؟ تفضل. السلام عليكم استاذ، نشكرك على المحاضرة. بون عندي سؤال بخصوص كلمات المرور، يعني ممكن ما هي البيست براكتيسز اللي يعني باش نكري كلمه مرور امنه، وما رايك يعني في استخدام مدير كلمه مرور باسورد مانجر، واش يعني واش هي افضل برامج لاداره كلمه المرور؟ فوالا. وعندي سؤال ممكن خارج شويه على قصه تاع سولار ويند، الاختراق هذاك اللي صرا تماك يعني في الابي تي فوالا، يعني يمكن هذا السؤال يخص كي نحكوا على امن الحكومات وامن الدول. فوالا هذيك سؤالا، شكرا جزيلا. بارك الله فيك، شكرا. ديجا العكس راك فكرتنا في نقطه مهمه اللي هي الباسورد مانجر دوك نجوليا. دونك الباسورد هذوما كيما سقسيتو الاستاذ جاوبكم، من الافضل تكون كلمه المرور طويله، من الافضل ما يكونش فيها حروف وفقط، يعني حروف ارقام سيمبلز اكسيتيرا، ولكن افضلها ايضا اللي حكى عليها الاستاذ دوكا اللي هي الباسورد مانجر، يعني مدير يعني كلمات المرور. هذا السولوشنز هذوما اولا راح يونرجستريو لي مود باس نتاعكم ويجيريوهم لكم بطريقه امنه اولا، وثانيا فيهم لا ماجوريتي ديجا كامل فيهم هذا الفونكشناليتي تاع الجينيريت باسورد، يعني تتقول له حبيتك تجينيري لي مود باس تاع 20 كاركتر فيه كلش،
يعطي لك مود باس تري 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 سيكوريزي صح ماكش ماكش حتشفع عليه بصح هذا هو البيربيس تاع الباسورد مانجر حيت تونجيستر تما دونك انت واش دير الباسورد مانجر سولوشنز هذوما راح تبروتيجيه بالماستر باسورد هذاك اللي يعني تكون من الافضل جمله تشفع ليها نتايا تكون طويله مثلا 20 15 دوك كل واحد شحال يحب يدير كاين اللي يدير حتى 30 كاركتر كاين اللي يدير حتى 35 المهم الجمله هذيك هي اللي تشفع ليها باسكو هذيك هي اللي راح تاكسيدي بها اون طوك ماستر باسورد كي للباسورد مانجر من بعد الباسورد مانجر هذاك هو يجينيري لك المود باس ولا الباسوردز اللي تيتيليزيون في الاوذر سولوشنز راح يجينيري لك كما قلنا اولا باسوردز بطريقه امنه وثانيا راح يحفظ لك الباسوردز هذاك نظن السؤال الثاني ستاك سنات سولار وينز سولار وينز باش نختصروها ثاني كانت كان اتاك يعني كارثي وصرا بسبت يعني ثيرد بارتي لانه ما صراش ديريكتوم سولار وينز ويشبه ثاني الستاكس نت يعني في بعض الامور يشبه الستاكس نت لانه فيه شويه تاع سوشيال انجينيرين كما كنا نحكيو بصح فيه تقنيات طري افونسي ثاني او ماتير دو تي تي بيز تي تي بيز اللي هما تكنيكس تاكتيكس والبروسيجرز يعني الطرق واللي تكنيك يعني التقنيات اكسيتيرا اللي يوتيليزيوهم الابي تي جروبس الابي تي اللي هي الادفانسد بيرسيستنت ثريت يعني لي جروب اللي راهم طري افونسي في لي زاتاك هذوما نسميوهم الابي تي جروبس الابي تي جروبس يوتيليزيو هذا التي تي بيز دونك مثلا اللي تي تي بيز اللي شفناهم في لاتاك هذاك تاع سولار وينز اللي صرا دخلت فيها ثاني من بعد حكايه مع مايكروسوفت اكسيتيرا كانت الحاله شويه كارثيه افونسي وفي نفس الوقت مخلطه كامل ريسنتلي باريزو مثلا صرا ثاني اتاك مثلا على منظمه سيزا سيزا اللي هي السايبر سيكوريتي اند انفراستراكشر سيكوريتي ايجنسي هي بكل اختصار يعني المنظمه الامريكيه الوطنيه لحمايه ليزانفراستراكشر ويعني من اجل تنشيط سايبر سيكوريتي على مستوى امريكا كامل تبيراتات غير كيما عندها في فيفري هذا اللي فات ايماجين انت يا سيزا وسيزا بين قوسين واحده من يعني اون ماتير دو ماتوريتي واكسبرتيز كما نقولوا من زعما خشان لاباس بهم يعني من افضل الاجنسيز على مستوى العالم كامل وتبيراتات ريسنتلي عندها اشهر وهي اللي راهي يعني محمله بالمسؤوليه تاع الوقوف على تامين وحمايه يعني المؤسسات والمنشات والكريتيكال انفراستراكشرز اكسيتيرا تاع الولايات المتحده الامريكيه دونك هذا راح يزيد يفتح لكم يعني عينكم كما نقولوا على المجال باش تفهم باللي قد ما تقدر تحمي روحك قليل باختصار شكرا استاذ كانت اجابات مفصله ووافيه بارك الله فيك كان فيه العديد من الاسئله في مجالات عديده ما نقدروش كلهم يعني نديرهم في هذه الجلسه لانه وقتنا انتهى وزدنا في زدنا فوقه يعني كثيرا بارك الله فيك ممكن تعطي لهم يعني كلمه ختاميه نصائح توصيات اي شيء بخصوص الامن الرقمي عموما او اي ما تريده تفضل استاذ شكرا شكرا جزيلا صراحة نعود نولي نشكر ليكيب تاع جيل تك على الحدث هذا والله غير يعني شرفتمونا اولا وبارك الله فيكم على الدعوة بالطبع وايضا يعني هذه المظاهرات خاصة راهم حاجة مليحة لنشر الوعي ونشر يعني الثقافة تاع المجال هذا من اجل يعني لينا احنا كعباد باش يعني او ماتير دو ماتوريتي تما في العقل نافونسيو وحتى من اجل يعني شركات ولا حتى عائلاتنا يعني باش نحميو روحنا دونك بارك الله فيكم و it was a pleasure to be here with you والله صافي ان بليزير وفي نفس الوقت ثاني دونك واش حبيت نقول لكم سي وتفكروا هذوك النقاط اللي حكينا عليهم 2FA الباسورد مانجمنت سيكيور اوثنتيكيشن الامورات هذوما كامل مهمه جدا ليك انت كانسان اولا لعائلتك ثانيا وثالثا تقدر مم تستعمل نفس يعني الطرق والسولوشنز اللي حكينا عليهم على مستوى مثلا الشركه اللي راك فيها ولا الشركه نتاعك ولا مثلا دونك الوعي الرقمي مهم والوعي بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي جد مهم لأنه خاصة نحكيه على رواحنا احنا كجزائريين في بلد الجزائر البلاد راهي في نهضة نوعية نوعا ما وماتير دو ترانسفورماسيون ديجيتالي توسات دونك كل ما راح نزيدو نجيبو تقنيات نجيبو تكنولوجيات اللي لازم نجيبوهم في نفس الوقت لازم نحميو هذه التكنولوجيات نحميو هذه الانفراستراكتورز لأنه المخاطر راهي تزيد وتزيد كما شفنا نقدروا نشوفوا مثلا الاتاكس اللي حكينا عليهم على المستوى العالمي اللي صراو في مختلف البلدان امريكا اوروبا روسيا الصين الى ما اخره نقدروا ننسبيريو منهم نتعلموا درس منهم باللي يودي المجال هذا عنده اهميه و
نزيدوا من بالك نقدروا نتعلموا من الانيشيتيفز اللي يديروهم هما باش نفيدوا بهم روحنا بيان سور بال يعني الكونتكست الجزائري العربي المسلم نتاعنا بالطبع. دونك بارك الله فيكم ومتشرف معكم واني لهنا ما من عندكم كاش اسئله ولا سينو تقدروا تلقوني في لينكدين طاهر امين الهواري اللي عنده سؤال من بعد ولا تقدروا يعني مرحبا بكم. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ، الشرف لنا انك حضرت في القراره يعني قامه علميه مثلك، فشكرا لك مجددا. ونستدعي المنصه الدكتور الوارث احمد بن بكير ليتفضل بتقديم هديه رمزيه. استاذ ريح معنا. شكرا. سي بون دوك نقدر ريح. حبينا نشوفوك معنا هنا في المنصة. ماشي مشكل. شكرا لك. إذن تحدثنا يوم أمس وتحدثنا في بداية الحدث أن هذا الحدث سيكون بطابع فلسطين وبطابع غزة. نطلب من اللجنة التقنية أن تظهر أحد الأسئلة على الشاشة. يقول السؤال: هل تبرعت لإخوانك في غزة منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر؟ أعتقد لديكم الوصول للإجابة على هذا السؤال في هواتفكم. يعني أرجو أن تكون هناك إجابة صادقة فقط لكي يعني يكون لدينا يعني معلومة عن الموضوع. طيب أجاب 10 أشخاص حتى الآن، و8 منهم يقولون نعم و2 منهم يقولون لا. طيب ممتاز، هذه نسبة مبشرة حتى الآن. أرجو من بقية يعني الإجابة. الـ19 نريد يعني أن تصل نسبة المشاركين في هذا الاستجواب إلى 40 أو 50 يعني مثل الأسئلة السابقة. لن نأخذ يعني أسماءكم فالأمر في أتم خصوصية، فحاولوا الإجابة بكل صدق. طبعا هذا مجرد تذكير لكم، العدوان يعني بدأ في 7 أكتوبر ولا يزال مستمرا. العديد من إخواننا الفلسطينيين إما أنهم استشهدوا، وإذا لم يستشهد استشهد أحد عائلته أحد أصدقائه، أو أنه قد أصيب أو منزله قد دمر. 80% من المنازل قد دمرت. الكثير منهم يعني ربما صام معنا رمضان وهو صائم منذ 7 أكتوبر أو منذ الأشهر الأولى، وفي هذه الأيام بعضهم قد يجد ما يتسحر به وقد لا يجد، وقد يفطر وقد لا يفطر أيضا، قد يفطر بالماء. إحدى يعني الأمهات قالت أنه أكثر ما نفعهم في هذه الحرب ليست الجيوش وليست الدول وليست الكيانات، لكن نبتة الخبيزة يعني يأكلونها، هي إذا وجدوها فقد يعني وجدوا ما يأكلونها. إذن أنتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: هل أنت مستعد للمشاركة معنا في هذه الحملة، يعني الحملة التي تنظمها جيلتك؟ نريد أن نجمع التبرعات من خلالكم ثم نرسلها عبر مؤسسة سبيلي الخيرية، وهي مؤسسة موثوقة
لديها العديد من طرق لإيصال المساعدات إلى غزة. طبعا هناك مساعدات تصل الآن بطريقة سيئة، مثلا المساعدات التي ترمى من السماء، يا لا تحفظ كرامتهم، بعضها يعني هي أصلا مساعدات قليلة جدا، وبعضها يقتلهم. يعني رأينا اليوم للأسف أنه 12 فلسطينيا استشهد بسبب يعني هذه المساعدات، يعني تسقط في البحر ثم غرقوا بسبب يعني أنهم علقوا بخيوط هذه المساعدات، وبعضها سقطت عليهم مباشرة. فنحن نريد يعني طرقا أكثر كرامة، مثل الطرق التي توفرها المؤسسات، مثل مؤسسة سبيل الخيرية. فهل أنت مستعد مشاركة معنا؟ طيب 96% يقولون أنهم مستعدون للمشاركة معنا. طبعا دائما الإنسان يتذكر أنه هذه الحرب قد تستمر أشهرا أخرى، قد تستمر أياما أخرى، قد تتوقف، لكن في النهاية الله عز وجل لن يحاسبك إلا على قدر وسعك. يعني هل كنت تستطيع إيصال مساعدات معينة ثم لم تفعل؟ هل كنت تستطيع إرسال دينار واحد ثم لم تفعل؟ ستحاسب على ذلك. فالإنسان دائما يحاول أن يبذل أقصى ما في وسعه. إذن شكرا لكم. إذن 93.97% منهم قالوا أنهم مستعدون مشاركة، يعني تقريبا 32 شخص. وأيضا الذين يشاهدوننا عبر البث المباشر يمكنكم مساهمة، سنعرض طرق المساهمة الآن. إذن وضعنا تحدي في جيلتك أننا نريد أن نصل إلى مبلغ 15 مليون سنتيم. هو مبلغ بسيط بالنسبة لعدد الحاضرين، بالنسبة للأشخاص الذين يشاهدوننا عبر البث المباشر، وصلت عدد مشاهدات أكثر يعني من 1000، أعتقد 14,000 يوم أمس، لا أعرف كم بلغ العدد. فعدد المشاهدين معنا عدد كثير جدا. وأيضا هذا المبلغ 15 مليون سنتيم هو مبلغ بسيط جدا بالنسبة لثمن المساعدات. يعني الأمر اللي أو المادة الغذائية التي كانت تشترى مثلا بعشرين دينار في المقابل، بعشرين دينار للكيلوغرام، الآن أصبحت يعني 20,000 أو 200,000. فالأسعار تضاعفت بسبب الندرة وبسبب الحرب، فهم يحتاجون في أمس الحاجة للمساعدة. فوفرنا يعني طرقا للمساعدة. هل أنت مستعد للتبرع بمئة دينار؟ مئة دينار شيء بسيط جدا، أو 50 دينار، وهو شيء يعني إن شاء الله سيصل إلى مستحقيه بإذن الله. أحاول يعني واعتبره التزاما، يعني لما تقول أنك مستعد للتبرع فأنت ملتزم بالمشاركة في هذه الحملة. بالنسبة لطرق التبرع، لدينا حصالات ستوضع هنا، يمكنكم أن تضعوا فيها مباشرة أموالكم، وهذه الحصالات ستتجه مباشرة إلى مؤسسة سبيل الخيرية. وقد حضر معنا الدكتور يعني من يعني مسؤولي هذه المؤسسة. وأيضا سنضع روابط، أو عفوا سنضع معلومات الحساب البريدي والحساب البنكي وحساب بريدي موب للمؤسسة لكي تتجه التبرعات مباشرة إليهم. وبعد ذلك سنضع استمارة لكي نحصي المشاركين في الحملة. يعني لما تتبرع عبر هذه القنوات الآمنة إن شاء الله، سجل في هذه الاستمارة وقل أنك تبرعت بهذا الشكل فقط، لكي نحصي عدد التبرعات، ولكي يعني نكون عونا لبعضنا البعض في هذا في هذه الحملة. فبارك الله فيكم. أترقبوا المنشور الذي يورد كل المعلومات عبر البث أو عبر صفحة جيل تك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا قبل الختام لدينا مجموعة من الملاحظات. أستاذ إذا تعبت يمكنك أن تجلس. شكرا لك. طبعا بالنسبة للملاحظات، لدينا يوم غد محاضرة للإناث غدا صباحا مع الأستاذ طاهر أمين الهواري بموضوع كيف أكون آمنا في العالم السيبراني. والنقل متوفر مجانا كالعادة إلى مكان الحدث مع حافلات وحدة السلام، من خلال أنهم يرسلوا من خلال إظهار بطاقة التسجيل لسائق الحافلة. وأيضا حدثنا مستمر غدا.